صباح الفل والخير والامل على حضراتكم مشاهدي 8 الصبح. بصبح على كل اهل المحروسه داخل مصر وخارج مصر من الان وحتى العاشره معاكم بكل الجديد بكل التغطيات الاخباريه وفقراتنا ايضا متنوعه النهارده. انتظرونا بكل الجديد، هنكون معاكم اول باول. بصبح على حضراتكم زي كل يوم ببتدي معاكم بنصيحه او معلومه. النهارده هتكلم معاكم على دراسات كتير قوي اتكلمت في اطار التغيير. هتلاقوا دايما يعني العلماء وهتلاقوا الخبراء في إطار تطوير الذات بيتكلموا على فكرة تغيير الذات، ولكن في سؤال مهم قوي: متى يحدث الوقوف مع الذات ومتى نتغير؟ ناس كتير قوي تقرأ كتب كتير قوي لازم نتغير، بس هي الفكرة كلها أو المفتاح في الموضوع متى. كلمة متى دي مهمة قوي. طيب إمتى أحس إن أنا عايز أتغير؟ وإمتى برضو سؤال مهم قوي أحس إن أنا مش قادر أتغير؟ أول حاجة أتغير إمتى؟ لازم نعرف الأول إنه من لا يتغير يتقادم، لأنه سنة الحياة أصلا كلها التغيير. كل حاجة أصلا حتى عمرنا إحنا نفسنا بنكبر مع الأيام، بتحس إن أنت في حاجات خبرتك بتختلف من يوم ليوم. الموضوع بالنسبة للكون كله فيه تغير مستمر، ولذلك مطلوب من الإنسان إن هو يتواكب مع هذا التغيير. طيب امتى اتغير وامتى اشعر انه لابد من التغيير وامتى يحدث الوقوف مع النفس او الوقوف مع الذات؟ قال لك اول حاجه، ودي طبعا اراء كل الخبراء ومن الكتب اللي اتكلمت في هذا الاطار، قالوا انه حينما تشعر بالملل الدائم، ملل مستمر معاك ومش قادر تكسر حلقة الملل. الجزئية التانية والمهمة قوي حينما تكتر مشاكلك، لما ترصد مع نفسك كده انه في مشاكل بتحصل كتير قوي حواليك معاك انت شخصيا وخاصة في الدائرة المحيطة بيك، فهنا لازم ان انت تقف وتراجع نفسك. وقال لك الحاجة اللي هي برضو فيها possibility او ان انت تقدر ان انت تضعها في الاعتبار في حال انه الاحوال متشابهة، انه اقرانك يتفوقوا عليك، ده في اطار مثلا العمل او الدراسة او ما شابه. في هذه الحالات لابد ان انت تعمل وقفة مع الذات، وهرجع تاني لموضوع الوقفة ده، بس هقول لحضراتكم ليه الانسان بيبقى خايف من التغيير. الخوف من التغيير بيرجع لعدة عوامل. أول حاجة إدمان الروتين. ناس أدمنت الروتين في حياتها كل يوم واخدين على الكومفورت زون أو منطقة الراحة، وبالتالي مش مقبلين على التغيير. الجزئية الثانية الخوف من التغيير. فكرة الخوف برضو هيكون النهاردة لينا وقفة مع مفهوم الخوف، خاصة الخوف من بكرة، الخوف من الوقت بيسيب عندك أثر كبير قوي وبيكبلك وبيشدك لورا. دي جزئية إدمان الروتين، الخوف من المستقبل. تاني حاجة جهل الطريقة، ان هو مش عارف ازاي يتغير. من الحاجات برضو المهمة جدا اللي لابد ان احنا نضعها في الاعتبار. طيب التصرف ازاي؟ قالك اعمل دخول مفاجئ. دخول المفاجئ ده بيمثل ان انت بتعمل وقفة مع الذات. العلم اتكلم عليها ان هي اسمها الوقفة المفاجئة. ودايما في انجلترا كده وفي الدول المتقدمه، هقول لحضراتكم لانجلترا لان دي ماخوذه عن قصه انجليزيه او المصطلح ده نفسه، قال لك to go on cold turkey. المصطلح ده ان انت تعمل زي لما حد بيكون مدمن على نمط حياه او مدمن على عاده سيئه بيبتدي يعمل الانسحاب، بس هنا مطلوب ان هو يقف وقفة تامة مع نفسه ويسأل نفسه بعض الأسئلة عشان يغير نمط حياته ويعمل وقفة مع الذات. لابد ان يسأل سؤال لنفسه، هو ماذا يحتاج فيا ان يتغير، وايه اللي انا محتاج اغيره واغيره ازاي. هذه النقاط مهمة قوي انه يضع ايديه عليها، لان دي بتمثل حالة الوعي اللي هو المفروض يكون مقبل عليها، وبالتالي بيترتب عليها الاهداف وبيترتب عليها الاولويات اللي هو هيضعها لنفسه بعد كده عشان يقدر ان هو يضع خطوات واضحة وسليمة لنفسه عشان يقدر بعد كده ان هو يمشي عليها. فكرة الوقوف مع الذات او الوقفة المفاجأة دي مأخوذة من اطار تعديل سلوكي، هو الترانز ثيوريتيكال موديل. ده معروف ان هو بيكون فيه متابعه، وبيكون على فكره مع المتخصصين، وبيتعمل كل 6 شهور وبيتعمل على 5 مراحل، لكن انا واخده منه جزئيه اللي هي الجزئيه الخاصه بالتوقف مع الذات. ودايما الخبراء بيقول لك لازم ان انت تعمله كل حين واخر عشان تعمل حاجه اسمها ايفالويشن للذات، ايفالويشن للاهداف اللي انت حققتها، تعمل دايما تقييم دوري لنفسك، وبالتالي
وبالتالي تبقى واقف انت فين في الحياه، انت فين من اهدافك، انت فين من امالك وطموحاتك، هل انت قريب ولا انت بعيد، ولا اقتربت من هدفك وفي بعض المعرقلات ليك ولا بد ان انت تتجاوزها. على كل، لما جم برضو يحللوا الموضوع لقوا انه في ناس بتضع عقبات قدام نفسها في طريق التغيير، فاول حاجه قال لك ايه؟ انا هتغير مع الوقت. فطبعا المتخصصين قالوا لهم لا، مش ضروري ان انت تتغير مع الوقت، ممكن تفضل محلك سر. دي جزئيه. إيه؟ تاني حاجه حد يقول لك ايه؟ التغيير صعب، طالما يعني قالوا قديما كده الشهد من ابر النحل، فانت بتاخد العسل منين؟ حتى من شكه النحله للورود. فهنا برضو دايما احنا، ودايما احنا بنقول حتى كده الانسان عدو التغيير او عدو ما يجهل، فهنا فكره برضو ان انت تكون متطلع للجديد، وهنا برضو بتكون حاله من حالات الوقوف مع الذات. ولما يقول برضو انه انا لما مودي يتحسن هتغير، ولما ظروفي تتحسن هتغير. هنا دايما العلماء بيردوا على الموضوع ده، بيقول لك لا، اعمل لتتحسن ظروفك، واعمل ليتحسن مزاجك، وهنا فكرة ان انت كيف تفكر وكيف تتناول الامور. طيب نحلها ازاي؟ نتغير ازاي؟ هي خطوات المفروض ان انت تتبعها. واحد، تحدد أهدافك. تاني حاجة وأهم حاجة إن أنت تبتعد عن الصلابة التفكيرية، يبقى عندك مرونة تفكير حتى تستطيع أن تتقدم إلى الأمام لما تضع أهدافك. وده أول حاجة لازم تضع لها خطوات، وبعد ما تحدد الخطوات بعد فترة والتانية لازم تعمل التقييم اللي أنا قلت لحضراتكم عليه منذ لحظات. ودايما بنقول إنه تغيير ميسر لمن أراد، ودايما بنقول ده خليك متفائل، خليك إيجابي، ودايما غذي عقلك بالإيجابية. صباحكم إيجابية وزي الفل، ولكن برضو هعمل لكم النهاردة بوك ريكومنديشن أو ترشيح لكتاب ربما يكون هو تناول في جزئية منه، ولكن هنا في إطار قصة. البعض في بداية نشر هذه القصة اعتبروها قصة للأطفال، لكن هي في حقيقة الأمر قصة فلسفية، وأصبحت إنه المكتبة الفرنسية لا تخلو من هذا الكتاب المهم جدا، وده طلع أيام الحرب العالمية سنة 1944. وكاتب الكتاب ده كاتب روائي كابتن طيار وفقد في أحداث غامضة مش عارفين، ولكن هو هنا النقاد اعتبروا قصة الأمير الصغير إن هو يتحدث فيها عن ذاته وتأمله إلى الحياة، الأسئلة الوجودية، لماذا نحن موجودون الآن. اخترت لكم كمان باراجراف من القصة دي. هنا هو بيتكلم بالعقل بقى اللاواعي، عقل الطفل الجميل، هم ازاي بيفكروا، واحنا الانسان لما تكثر همومه ويرفض بقى التغيير ويرفض تقبل الاخر ويرفض 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 وتتكاثر الهموم على كاهله، فهنا هو بيقول له what matter most are the simple pleasures. فهو بيقول لك هنا الحاجات اللي هي البسيطه اللي انت ممكن تتاملها، وبيقول لك ان انت تبعد على عن اي حاجه، فكره هنا التخلي عن اي حاجه تكبلك، فكره دايما احنا بنقول let go، دايما تتخلى، لو في حاجه انت خارج ارادتك سيبها، سيبها للامور للقدر، سيبها للظروف، سيبها زي ما تيجي تيجي، ولكن اعمل اللي عليك. وهنا برضو بيقول له رساله مهمه قوي، هنا في اكتر من حاجه او باراجراف في القصه دي تعتبر رسائل على لسان طفل صغير. فهنا بيقول له happiness doesn't lie in the object، هنا الـ السعادة لا تكمن في الأشياء اللي احنا بنجمعها من حوالينا، ولكن تكمن في ان انت تلاحظ هذا الجمال. ودايما انا كنت بقول لحضراتكم على طول الجمال يكمن في عين الرائي وفي عين الملاحظ، الجمال يكمن في عين ملاحظه. ودي رسالة أنا ببتدي بيها اليوم، حاول إن أنت تتأمل الجمال، تعمق في الطبيعة، وده بيعتبر أصلا يعني زي ما احنا بنقول كده يعني ترويض للذات ولا الأفكار، ويهذب أفكارك ويحمسك على بداية اليوم بطاقة إيجابية. صباحكم زي الفل ومليء بالطاقة الإيجابية، مكملين معاكم حتى العشاء.
الجذور وأسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر فأحسن ناس، البابا شنودة فأنا المصري، وهنكشف آخر تطورات القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني. وأخيرا كل ما يخص الكرة المصرية في 8 الصبح سبورت. أهلا بحضراتكم من جديد، وإلى استعراض الحالة الجوية. ودايما بنتابع معاكم بيان هيئة الأرصاد الجوية اللي بيقولوا فيه النهاردة انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وده يمكن احنا من امبارح بالليل احنا استشعرنا نسمات الهواء بعض الشيء، والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة احنا بنحسه جدا لأنه بيبقى دايما مصحوب بالرطوبة. ولذلك التوقعات في هيئة الأرصاد الجوية حسب البيان انخفاض طفيف في درجات الحرارة، هيسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، هيكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومقل الحرارة أيضا رطب على جميع الأنحاء. تعالوا نتابع مع حضراتكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة ونرجع نكمل الكلام. للمزيد من المتابعه تنضم لنا هاتفيا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه. دكتور منار صباح الخيرات. صباح الفل على حضرتك استاذه هبه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك، طمنينا بقى على الاخبار، ويعني الهدوء النسبي ده بعد الشيء، والانخفاض الطفيف في درجات الحراره مستمر معانا لحد امتى؟ ولا قدر الله لو في موجات حاره برضه قول لنا عليها. احنا بالفعل اليوم في انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي درجه لدرجتين، يعني متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى في الظل تكون 35 درجه مئويه. يعتبر النهارده وبكره يعني الخميس والجمعه عظمى هتكون 35، لكن طبعا في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه. لان احنا ما زلنا بنتكلم كام في المية يا دكتور؟ نسب الرطوبه بتتجاوز ال 90 وال 95% على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، بتتجاوز طبعا ال 80 وال 85% على القاهره الكبرى. صباحا ولا مساء؟ لا الرطوبه ديت الرطوبه العظمى اللي بتبقى خلال فترات الليل. الرطوبه اللي بتبقى خلال فترات النهار ما بين 35 ل 40% على القاهره الكبرى، دي بتسجل مع درجه الحراره العظمى فتره النهار. والمناطق الساحليه ما بين 50 ل 60%، ودي اللي بتزود شعورنا بالحرارة. طبعا احساسنا بارتفاع درجات الحراره، وتعتبر دي قيم عاليه كمان فتره النهار مع قيم درجات الحراره اللي بتبقى عاليه فتره النهار، فبالتالي بتزود احساسنا بحوالي 3 لـ4 درجات عن القيم المتوقعه في الظل. ما زلنا متاثرين بامتداد منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي بيكون الكتل الهوائيه معظمها شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده اللي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه في الجو. في بعض الدول يا دكتور امبارح بقى عندهم يعني الى جانب درجات الحراره المرتفعة بقى عندهم عواصف أيضا رياح في ظل برضو وجود الحرارة العالية، فهل ده متوقع برضو في الأيام القادمة؟
متوقع في جمهورية مصر العربية؟ لا الحمد لله، يعني احنا عندنا في جمهورية مصر العربية الأجواء مستقرة بشكل كبير، الشبورة المائية بتظهر بشكل كبير على المناطق الشمالية فترة الصباح الباكر وبتقدم انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن هيكون عندنا فرص للأمطار في المناطق الجنوبية. يبدأ الحزام المداري يتقدم للمناطق أو لأعلى، يبدأ يتحرك لأعلى. الحزام المداري ده هو خط وهمي بيفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الهوائية الجنوبية الرطبة، بيبقى تكون عند خط الاستواء، هو احنا بنسميه الانتر تروبيكال كونفرجنس زون. بيبدا في فصل الصيف مع حركه الشمس يتحرك باتجاه الشمال. هو نطاق الجغرافي فين يا دكتور؟ هو طبعا بيبقى موجود عند السودان واثيوبيا، المناطق دي خط الاستواء. فبيبدا في فصل الصيف يتحرك شمالا، فيبدا يتحرك لشمال السودان ويبدا ياثر علينا احنا في جمهوريه مصر العربيه بفرص امطار على المناطق الجنوبيه، بس بتبقى فرص الامطار اقل طبعا من اللي بتحصل في السودان او اثيوبيا، لان هو طبعا بيأثر بامطار غزيره ممكن بتسبب كمان فيضانات في المناطق دي، لكن احنا بنتاثر بفرص الامطار الخفيفه ممكن تكون رعديه احيانا على حلايب وشلاتين. يعني نسب امطار ممكن تتراوح بين قد ايه النسب؟ هي فرص امطار خفيفه، نسبه الامطار الخفيفه اللي ما بتاثرش على اعمال الانشطه اليوميه، لكن الامطار الغزيره بتبقى تحت طبعا تحت في السودان او اثيوبيا، وده هو اصلا من اللي بيأثر على منابع النيل في المناطق دي. وما فيش فرص امطار على القاهره الكبرى كده ترطب لنا الجو شويه؟ لا للاسف احنا المناطق الشماليه ما بتأثرش تماما، هي بتبقى اخرها المناطق الحدوديه جنوب الصعيد، ممكن كمان اسوان حلايب وشلاتين ثلاث الجبال البحر الاحمر بالكثير، لكن المناطق الشماليه ما بتأثرش فرص سقوط الامطار. وكمان طبعا نتيجه وجود السحب الرعديه في السودان بيبقى فيه بعض الرياح الهابطه اللي بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، فاحنا كمان بنتاثر ببعض الاتربه والرمال المثاره في المناطق الجنوبيه. نفس المناطق حلايب وشلاتين وابو سمبل وبحيره ناصر، وبتؤدي طبعا دي هتستمر لمده قد ايه يا دكتور منار؟ هو احنا على الاقل مكمله معانا بكره الجمعه كمان وممكن يوم السبت، وهي طبعا بتبدا تظهر معانا في شهر 8 وفي شهر يعني 9. الناس اللي في الجنوب الفتره دي كلها هيبقى عندهم نشاط رياح محمل بالاتربه يعني مع فرص سقوط امطار. بالفعل المناطق الحدوديه هيكون فيه نشاط نسبي للرياح معاها بعض الاتربه، وممكن كمان يبقى الاتربه يعني مش معاها نشاط للرياح لانها بتبقى جايه بتاثير الاتربه اللي جايه من السودان، فهيبقى فيه بعض الاتربه وكمان فرص الامطار الرعديه واللي هي خفيفه ورعديه احيانا في المناطق الحدوديه. خلينا ناكد بس مش كل المناطق الصعيد، هي بتبقى يعني اخرها ممكن تبقى اسوان بالكثير. كمان احنا نشاط الرياح اللي موجوده عندنا فترات المساء وساعات الليل في المناطق الشماليه هو غير مثير لاي رمال واتربه، فقط بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه. يعني يا ريت يبقى في كتير منه، لكن ده مستمر معانا لمده قد ايه؟ فكره برضو الاستقرار نوعا ما في درجات الحراره. احنا قيم درجات الحراره خلال يعني اقل 48 ساعه القادمه حول المعدلات، مع بدايه الاسبوع اللي جاي مع يوم السبت ان شاء الله متوقع ان هي ترتفع بحوالي درجه لدرجتين، ونبدا نسجل درجات حراره ما بين 37 و36 درجه مئويه. الاجواء في احتمال الاسبوع اللي جاي يبقى في مره اخرى يعني موجه حاره؟ يعني احنا لحد يوم الثلاث او الاربع الجايين الحمد لله مش هيبقى فيه ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، في ارتفاع طفيف لكن مش ارتفاعات ملحوظه، يعني احنا بنقول 37 المحسوسه ممكن توصل ل 40 درجه مئويه، مش هتكون زي شده الموجه اللي كنا فيها الاسبوع الماضي. جميل جدا، شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه على كل هذه المعلومات. عايز اقول لحضراتكم انه العالم دلوقتي بيعكف على فكره التكيف، يمكن كنا اتكلمنا قبل كده وكان برضو سؤالي قبل كده لدكتور منار غانم كنت بكلمها على نيو نورمال بالنسبه للاحوال الجويه والتعاملات بالنسبه لشعوب العالم، ازاي الدول بتتعامل دلوقتي مع التغيرات المناخيه، بيتكلموا على الهندسه المناخيه وازاي ان هم يطبقوها، قالوا ان هي هتاخد تكلفه جامده جدا وتاخد وقت ولكن هم هيحاولوا ان هم يطبقوها. دلوقتي بيتعاملوا بقى مع علم الاوشنوجرافيكال اللي هو علم دراسه المحيطات، والفكرة كلها هنا انه الشعاب المرجانية مع التغير بقى اللي بيحصل في درجات حرارة المياه وهذا بيطلع الشعاب المرجانية بره منطقة راحتها، وبالتالي الميزة اللي عند الشعاب المرجانية بتروح لانه الشعاب المرجانية بتفقد لونها، وبالتالي هنا بقى في دول بتفقد الامكانيات اللي عندها لانه دي بالنسبه لهم يعني عامل من عوامل الجذب السياحي، وفي نفس الوقت دي غذاء للكائنات البحريه، فشوفوا قد ايه بتؤثر بقى السلب نشاط الكائنات البحريه الغذاء بتاعها، كل ده بيفرق في الحسابات بتاعت الدول والتعاملات. فهم دلوقتي عاكفين ان هم يعملوا حاجه اسمها زراعه
شعاب مرجانية بعد هذه الدراسات. وهنا أهمية برضو البحث العلمي في إطار هذا الأمر، لأن أنا برضو على مدار الحلقة النهاردة هكلمكم كتير على أهمية البحث العلمي. في كمان دراسة مؤخرا ربطت ارتفاع درجات الحرارة بتغير سلوك الإنسان، لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية 8% زيادة في حالات الطوارئ لها علاقة بالتغير السلوكي بتاع الناس بعد ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خاصة في بعض الولايات الأمريكية. نروح مع حضراتكم دلوقتي نتابع الأحوال المرورية، نمر سريعا كده ونشوف أخبار الطريق إيه. عادة دلوقتي يعني كيوم خميس الصبح في هذا الوقت بيكون هو الراش أور الصباحي أو ساعة الذروة الصباحية. لحد دلوقتي شايفين طريق العروبة صلاح سالم باتجاه كوبري أكتوبر كده وميدان التحرير، الدنيا رايقة، الخريطة ابتدت تنور معانا أهو بعض الشيء باللون الأحمر في الاتجاهين. ده أسفل صلاح سالم، امتداد صلاح سالم وانت رايح كده على نفق الازهر، فبرضو الطرق البديله في هذا التوقيت يكون افضل وما اكثرها دلوقتي. كوبري اكتوبر في منتصفه، اسفل كوبري اكتوبر طريق لطفي السيد ورمسيس في كثافات عاليه الى متوسطه. كوبري اكتوبر ما شاء الله من اوله منور معانا بالاحمر والبرتقالي، فنخلي بالنا يا جماعه دلوقتي الراش اور زي ما احنا بنقول، فالطرق البديله تكون هايله. حتى لو انت هتسلك اسفل كوبري اكتوبر لو انت ما لحقتش تنزل بدري شويه او تاخد طريق بديل. عدينا على الكورنيش، كورنيش ماسبيرو رايق لحد دلوقتي، طلعت المحور هنا بقى المكان ده اصبح الحمد لله، احنا دايما كنا نلاقي المكان ده في التوقيت ده نبيتي واحمر، يعني كثافات عاليه، ما فيش كثافات عاليه ولا متوسطه، لا كثافات عاليه وازدحام. دلوقتي ابتدينا خاصة اللي متجه ناحية 6 أكتوبر والشيخ زايد كان دايما الطريق ده منور، لكن دلوقتي بعد التفريعات تقريبا حوالي 4 تفريعات اتعملت في مدخل المحور وبالتالي استوعبت كثافات كتيرة جدا، فالطريق ده بقى رايق. خاصة لاحظوها عند بداية طلعة المحور دي دايما كانت بتبقى دايما عندنا فيها كثافات، في هنا انفراجة مرورية حصلت بعد الاحداثات اللي اتعملت في هذا الطريق، ولكن المصب لسه في بعض التطوير لحد دلوقتي شغالين عليه، ولذلك هتلاقي برضو في الطريق المتجه لميدان لبنان في بعض الكثافات المرورية. هسيب حضراتكم دلوقتي مع استعراض متوسط اسعار الخضر والفاكهة ومواخد الصلاة، ونرجع بقى نبتدي مع حضراتكم فقرة اخبارنا. وما أحلى أن تبدأ الصباح على صوت القيثارة فيروز.
هنتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام باقه اخبارنا، والبدايه كالمعتاد برصد النشاط الرئاسي. بالامس اجتمع السيد الرئيس السيسي مع نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي هذا الاطار المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي قال انه الاجتماع شهد متابعه جهود الدوله لتعزيز الحرف التراثيه والمنتجات اليدويه على مستوى الجمهوريه، ووجه الرئيس بمواصله تقديم كافه اوجه الدعم لاصحاب الحرف التراثيه للمحافظه عليها وتنميتها، وده يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن المساهمة المهمة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر. وجه الرئيس بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه الاجتماع شهد أيضا استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية اللي بتقوم بيها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور بتختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية. ووجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها. طبعا ما فيش شك انه الدعم الموجه من الدوله مباشره لاصحاب الحرف التراثيه ده دعم اولا واخيرا للاقتصاد القومي، ووضع من يعمل في الحرف المتناهيه الصغر دايما والحرف الصغيره، كل ده بيضعهم على طريق النجاح. يعني مجرد بس احنا بنتابع حتى المبادرات اللي بتتعمل وازاي الدوله بتدعمهم وازاي ان بيكون في مبادرات في هذا الاطار، فعلا بتلاقي ان انت بتضع رجلك وفعلا بتدخل على التراك الصح زي ما احنا بنقول كده عشان تكون انت تتحول من العوز الى الانتاج. فكرة برضو التمكين، ودي فعلا النقطة اللي اشتغلت عليها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. أيضا في ملف الصحة أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 180 قافلة طبية مجانية، وده في جميع المحافظات خلال شهر أغسطس، وبيأتي هذا الأمر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. وفي هذا الإطار أوضح دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية بتضم كافة التخصصات الطبية من البطنة، أطفال، أنف وأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب الجلدية والنساء والولادة، وخدمات أيضا تنظيم الأسرة إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية بتتوافر بها كافة الأدوية، بيتم تحويل الحالات اللي بتحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفيات التابعة للوزارة. نروح مع حضراتكم سريعا نتابع أخبار مهرجان العالم عالمين. نروح معاكم على الهواء مباشرة مع زميلي محمد سعد مراسل قناة دي أم سي، لنا الأجواء قبل بقى انطلاقة مهم وانطلاقة النهاردة من نوع خاص جدا مع الصوت الحلو. مدحت صالح هيكون في أمسية زي ما احنا بنقول كده غنائية منتظرة. عندنا الأسبوع ده زي ما احنا بنقول كده ضرب نار، مدحت صالح، الكينج محمد منير، حميد الشاعري، إليسا وريهام عبد الحكيم، يعني كل وتامر عاشور، هنشوف كل هؤلاء النجوم على مدار 3 أيام النهاردة وبكرة وبعده. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل، بالإضافة أيضا لأنشطة رياضية هنعرفها من محمد. صباح الخير يا محمد. خير يا هبه، وصباح الخير على كل مشاهدي 8 الصبح. اهلا بيك، وقول لنا كل التفاصيل عندك منذ صباح اليوم وبدايه الانشطه. يعني بالفعل يا هبه زي ما انت قلتي الاسبوع ده زي ما انت قلت بالظبط المصطلح اللي هو اسبوع ضرب نار. صحيح. كله حفلات حلوه قوي. المكان اللي انت شايفاه ده ارينا العالمين، ده اللي هيكون في كل الحفلات النهارده، بدايه من حفله الفنان مدحت صالح وفرقه الموسيقى العربيه والفنانه ريهام عبد الحكيم. هتكون طبعا هنا في منطقة أرينا العالمين، هنا لو أنت شايفة دلوقتي الستيج اللي هيكون عليه طبعا النجوم، هنا دلوقتي بيستعدوا طبعا للساوند سيستم والإضاءة، يعني استعدادات على قدم وساق، طبعا استعدادات عشان الحفلات. بعد بكرة طبعا عندنا حفلة للكينج محمد منير وحميد الشاعري.
طبعا دي بعد ده كده بكره. بعد بكره بقى عندنا حفله اليسا يوم 5، حفله اليسا والفنان تامر عاشور يوم 5 اغسطس. اليسا وتامر عاشور طبعا في اقبال جماهيري كبير جدا على الحفلات دي كلها، كل مدينه العالمين بتتكلم على الحفلات اللي هي كلها فعلا حفلات ضرب نار زي ما انت قلت. يعني بصراحه اقبال جماهيري كبير من كل المحافظات المصريه، ومن كل كمان في جنسيات عربيه كتير من دول عربيه جت عشان تحضر الحفلات وتشوف الفعاليات الرياضيه. النهارده كمان عندنا الفعاليات الرياضيه لسباق الترايثلون، بدا من النهارده هيفضل شغال من يوم 3 لحد 5 اغسطس، رياضه السباحه ورياضه الجري وركوب الدراجات. يعني الاسبوع حافل بكل الحفلات، في اقبال جماهيري كبير جدا من كل الفئات العمريه وكل الفئات الاجتماعيه. الاجواء دلوقتي اللي بكلمك فيها اجواء رائعه حقيقي. هبه محمد يعني دلوقتي بدل المصيفين اللي ينزل للبحر. اتفضلي محمد. انا عارفه انه العالمين لا تخلو ابدا من الانشطه الشاطئيه، فاطلعنا عليها كده وعيشنا برضو معاك الاجواء. يعني دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه خلينا اوصف لك الاجواء واللي بيحصل بقى هنا. الناس دلوقتي بتصحى تنزل على البحر، اللي حابب يعني احنا كمان يعني الصوره هتشوفوها يعني دلوقتي على الشاشه، اللي حابب ياخد طبعا فطاره على البحر. بعد كده الناس بتنزل البحر، عندنا بقى في الباراشوت، في البنانا بوت، الناس طبعا في رياضات مائيه كتير جدا، اليخوت في طبعا هنا موجود اكبر مرسى يخوت يعتبر في مصر كلها، الناس طبعا بتاخد اليخوت بتاعتها وطبعا تنزل البحر. لا يعني الاجواء رائعه، في العاب مائيه كتير جدا، في اماكن كمان ترفيهيه كتير جدا في مدينه العالمين الجديده. مجرد اصلا انك تمشي في مدينه العالمين الجديده في اماكن ترفيهيه وفي حفلات مجانيه كمان. احنا بنتكلم زي مسرح الشعب، المسرح الشعب ده اي دام في مسرح مجانا ضمن فعاليات مهرجان العالمين وبيقدم فعاليات مجانيه لكل الناس. ممشى العالمين السياحي اللي احنا ماشيين عليه ده بيقدم كمان عروض، بيعمل عروض للاطفال. في اماكن كمان خاصه موجوده برضه في مدينه العالمين بتعمل عروض وبتعمل فعاليات. لا مدينه العالمين كلها تحس المدينه كلها على بعضها هي عباره عن مدينه من البهجه والفرحه والسعاده لكل الاسر، من الاطفال والشباب والكبار لكل الاسر. حقيقي الاجواء رائعه جدا، واللي مجمل كمان مدينه العالمين الجديده طبعا فعاليات مهرجان العالم عالمين اللي احنا كل يوم بنتابعها ليكم. احنا هنتابع معاكم كل الفعاليات اللي جايه من كل الحفلات اللي جايه. من محمد اسمح لي بس اضيف على كلامك جزئيه بس بسيطه جدا، ربما يكون ما جمل ايضا هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات قرار مهم قوي انه ريع هذه الحفلات يتوجه للمبادره الاكبر هي حياه كريمه. بالظبط يا هبه، يمكن ده من القرار ده ليه مردود ايجابي جدا جدا هنا في مدينه العالمين الجديده، خاصه على الناس اللي حجزوا التذاكر. انا هنا امبارح اتكلمت مع ناس من كان بياخدوا التذاكر من شباك تذكرتي. طبعا بالمناسبه اللي حابب طبعا يحجز الحفلات على موقع تذكرتي، واللي مش عاوز مثلا يحجز على الموقع هنا كمان، اللي مثلا جه مدينه العالمين وعاوز يحجز التذاكر حفلات هنا في اكشاك لتذكرتي، موقع تذكرتي. اوعى يكون في سوء سود عندك يا محمد. بالظبط. لا وسالت الناس قالوا فكره حلوه جدا ان كل ايراد الحفله وايراد مهرجان العالمين يروح لمبادره حياه كريمه. ديت فكره رائعه يعني تستحق يعني الاشاده بيها. الناس كلها مبسوطه جدا من صاحب الفكره واللي فكر في الفكره دي، عشان هي طبعا مردودها ايجابي. ايراد مهرجان مدينه العالمين هيروح لحياه كريمه، هيروح طبعا لحاجات تستحق كتير جدا، بناء مدارس، بناء مستشفيات، يعني مساعده اخواتنا كلنا. لا فطبعا ليها مردود 60 مليون مصري مستفيد من هذه المبادره. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد سعد من العالمين على الهواء مباشره، وما احلى الصوره وما احلى الطله الصباحيه من العالمين. بشكرك يا محمد، دايما بتفيدنا بكل الجديد والاجواء الممتعه عندك في العالمين، وما احلى انه دايما كده تشوف الهدف قدام عينك ودايما كده
بتحس انه الدوله المصريه عارفه هدفها، محدده اولوياتها ورايحه ناحيه هذه الاهداف، وده دايما هو اللي بيطمنا على اللي جاي وبكره، وازاي احنا مخططين وازاي احنا بنستهدف الفئات الاكثر احتياجا في مبادره كبيره جدا زي مبادره حياه كريمه. هروح معاكم ايضا لموضوع مهم، يمكن احنا كنا دلوقتي بنتكلم على السياحه الشاطئيه وسياحه المهرجانات واهميتها بالنسبه للدول، اتكلمت معاكم برضو الحلقه اللي فاتت على الموضوع ده وازاي ان هو تنوع مصادر الجذب بالنسبه لنا في السياحه. نروح معاكم ايضا للسياحه الدينيه، ومن الجميل كمان والحاجه بتشعرنا بالفخر انه يبقى في اشادات دوليه عالميه بما نملك من مقومات سياحيه، لان دي في حد ذاتها هي زي ما احنا بنقول كده القيمه المضافه بالنسبه لنا وعوامل جذب كتيره قوي. لما نتكلم على سياحه دينيه لازم نتكلم على مسار العائله المقدسه. اللي انا بقول لحضراتكم ده بالظبط اللي احنا تابعناه، انه موقع فاتيكان نيوز المخصص لاخبار الفاتيكان والبابا فرانسيس اهتمام جسد اهتمام الدولة المصرية بمسار العائلة المقدسة باعتباره من أهم المزارات الدينية المسيحية في العالم، وقال إنه مشروع التجلي الأعظم في سان كاترين هيخلي مصر مركز للسياحة الروحية منطقة الشرق الأوسط، وده للمكان الخاص في قلوب مسيحي العالم لمسار العائلة المقدسة، طبعا بكل تأكيد في مصر ومش الأقباط المصريين فقط لأنه بمثابة حج للمسيحيين على مستوى العالم. تعالوا نعرف التفاصيل من دكتور ماركو أمين الباحث في التاريخ القبطي والكنسي. دكتور ماركو صباح الخير. صباح النور استاذة هبة، وصباح النور لكل المتابعين مع حضرتك. أهمية مسار العائلة المقدسة كما يقول الخبر وكما رصد هذا الموقع المتخصص في أخبار السياحة العالمية. تمام، الحقيقة أن احنا لازم في الأول نشير لنقطة مهمة جدا، أن مصر كبلد بتحظى أن هي تعتبر في المكانة الثانية للأهمية بعد أورشليم أو القدس عند المسيحيين. مصر بتحوي أماكن ومزارات مسيحية وتعتبر واحدة من أهم الأماكن في تاريخ العالم المسيحي عامة، سواء فيها أحداث حصلت في الكتاب المقدس عند المسيحيين أو في التاريخ المسيحي بعد كده. طبعا أهم حدث حصل بالنسبة لنا احنا هنا كمسيحيين في مصر هو زيارة العائلة المقدسة او زيارة السيد المسيح والسيدة العذراء، وكان معهم طبعا يوسف النجار لأرض مصر وباركوا أرض مصر في مناطق كتير، واللي هي اطلق عليها فيما بعد لفظ مسار العائلة المقدسة. طبعا احنا حاليا دلوقتي بنشهد في اهتمام غير مسبوق قبل كده بالمسار وتطويره، ومش بس بالمسار، للأمانة الواحد يشهد ان كتير من المزارات القبطية حتى في الصعيد او المزارات المسيحية في الصعيد تم تطويرها بشكل يتناسب مع قيمتها الأثرية والسياحية. بدون قطع كلامك يا دكتور ماركو، هو كده كانت هي التطوير على مراحل، فكده احنا انتهينا تماما من مراحل التطوير الخاصة بالمسار؟ هو على حسب آخر تصريح خرج من وزارة السياحة المؤتمر اللي كان معمول تقريبا من يومين أو حاجة زي كده، أن في نقطتين جداد تم تطويرهم وافتتاحهم من ضمن نقط المسار. في نقط كتير فعلا تم الانتهاء منها، وفي نقط لسه أعتقد بيتم إضافة بعض اللمسات الأخيرة للمسار. المسار ابتدى العمل فيه من 2017 من بعد زيارة بابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، وابتدى وضعه على الخريطة العالمية للسياحة، وبعد كده البابا فرانسيس والفاتيكان أصدروا اعتماد لخط مسار العائلة المقدسة كنقطة من نقاط الحج المسيحي لدى المسيحيين الكاثوليك على مستوى العالم. بيرجع أهمية يعني الاعتماد ده لأن الكنيسة الكاثوليكية هي تعتبر أكبر كنيسة مسيحية لها أتباع في العالم كله، أكثر من مليار شخص، فأي اعتماد بالنسبة لهم لمناطق الحج المسيحي خاصة عندهم أغلب مناطق بتكون في أوروبا وما إلى آخره من المناطق المعروفة عند الكنيسة الكاثوليكية، فأن يتم اعتماد مسار طويل ونقطة خاصة بالحج المسيحي لدى الكاثوليك في الشرق وكمان تتبع كنيسة أخرى غير الكنيسة الكاثوليكية طبعا اللي هي الكنيسة القبطية، طبعا ده حدث فريد وكبير جدا. خليني برضو أضيف للكلام سؤال آخر، ما له علاقة بقى بمشروع التجلي الأعظم، ماذا سيضيف؟
لا هو المشروع تجلي الأعظم، الواحد كان بيتابع الفترة الأخيرة التطورات اللي فيه وإيه هي نية المشروع أن يتم البناء هناك وتطوير أهداف. المنطقة أي إزاي. فالحقيقة المجهود المبذول هناك هيخلي المنطقة أو البقرة بتاعة سانت كاترين، سواء بقى في دير سانت كاترين أو في جبل موسى اللي هو جبل التجلي في المنطقة هناك، هيكون بؤرة سياحية كبيرة تقدر إن إحنا نعمل هناك حتى يعني أنا مما يليق بمكانتها. طبعا يليق بمكانتها أولا، بس أنا كمان بنظر لها بمنظر سياحي أكتر. يعني أنا اتبسطت جدا لما لقيت إن في اهتمام إن ما يكونش في تأثير على التميز البيئي والأثري للمنطقة هناك في تشييد المباني، وفي حتى الفنادق تبقى بس دورين وتبقى الموضوع ينفع أو يليق بالتراث العالمي اللي موجود في المنطقة هناك. صح. أنا كواحد مهتم بالسياحة ودارس سياحة، فبالنسبة لي تطوير المنطقة بالشكل دوت هيبقى واحد من أهم عوامل الجذب للسياح، فإنهم يلاقوا أماكن مريحة وفي نفس الوقت ما تخرجهمش من المود الخاص بالموقع روحاني. أو المكان من الناحية الأثرية والناحية البيئية. وكمان هيخلي الشركات تعمل بروجرامز أو برامج فقط للمنطقة هناك، ويبقى فيها كامبينج وهايكنج مثلا أو تخييم وصالة جبال وما إلى آخره بجانب الأجانب دايما بيهتموا كمان ببرامج اليوم الواحد، ودي حاجة الدولة المصرية شغالة عليها في الفترة الأخيرة. دكتور ماركو الأمين الباحث في التاريخ القبطي والكنسي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. نروح شوية للتغذية والأنظمة الغذائية، حيرت ناس كتير، فيقول لك ايه بقى، إيه الدكتور اداني نظام غذائي يعني رهيب، في تقليل الكربوهيدرات، في مثلا منها انه نظام الفاكهة، الحميات بقى يعني عارفين حمية الفاكهة، الدايت مثلا اسمه ووتشر دايت اللي هي المراقبة، وبعدين يقول لك هو افضلهم اللي اسمه كينز لانه هو بيعتمد على تقليل الكربوهيدرات، وبرضه في ناس انتقدوا الموضوع قالوا انه على اللونج تيرم او على الاثر البعيد له اثار سلبيه. مؤخرا بقى ابتدت حاجه زي تقليعه كده زي ما احنا كنا بنسمع مؤخرا على الكيتو دايت، دلوقتي الفايكن دايت. فتعالوا نعرف التفاصيل بالنسبه للحميات المختلفه وايهم افضل بالنسبه لنا، احنا ممكن نتبع نظام غذائي وفي الاخر يطلع مضر بالصحه والدكتور يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش تعمل كده. تعالوا نسال دكتور كريم جمال عضو الجمعيه المصريه للتغذيه، معاه كل التفاصيل. دكتور كريم صباح الخيرات. صباح الخير على حضرتك وعلى كل متابعينك الكرام. اهلا بيك يا دكتور كريم، ويعني احنا عايزين نعرف ايه الحمية المثالية في ظل كل الحميات اللي احنا ما بين اليوم والاخر تطلع لنا تقليعة جديدة في عالم وصيحات الحميات الاخيرة، بعد ما كان في الكيتو دلوقتي في الفايكن، فعايزين نعرف ايهم افضل لصحتنا. يعني اولا بشكر حضرتك على اختيار المسمى وهي تقليعة، لان الحميات الغذائية اصبحت زي موضة الملابس او تقليعات الملابس، كل يوم في حاجة جديدة وبنلجأ لها مش عشان خاطر هي صح او غلط قد ما هي الترند اليومين دول زي ما بيقولوا. خلينا نقول ثلاث علامات لو لقيناهم في اي نظام غذائي لانقاص الوزن او حميه هنرفضه تماما ونبعد عنه. رقم واحد، ان لو النظام ده بيوعدني بفقد كبير جدا في الوزن في وقت قليل. فلو قال مثلا ان الانظمه هنفقد 5 كيلو في الاسبوع، كيلو في اليوم، بعض الانظمه الغذائيه بتوعد بده، بنعرف ان هو نظام غير صحي محتاجين نبعد عنه تماما، لان الجسم بيحتاج وقت عشان خاطر ينزل الوزن بصحه ويحافظ على صحته. العلامه الثانيه ان لو النظام ده بيوعد بان انا هوصل لنتائج بدون اي مجهود مني، يعني بس امشي على النظام ما تعملش اي حاجه ثانيه وانت هتخس لوحدك. لازم محتاج مجهود، لازم محتاج مجهود في تنظيم الاكل، لازم مجهود بدني عشان خاطر اوصل للتوازن الجسماني اللي الجسم ينزل فيه بالوزن ويحافظ على صحته. الحاجه الثالثه ان هو دايت اقصائي او نظام اقصائي. بمعنى ايه نظام اقصائي؟ بيشيل مجموعات غذائيه كامله. زي الدايتس اللي بتشيل النشويات، على عكسها دايتس بتشيل الدهون، في الدايت الفيجن بيشيل كل المصادر الحيوانيه، في انواع من الحميات بتشيل الفاكهه، وفي حتى صيام الميه ده بيشيل الاكل كله بيخليه بس الميه. لا وفي الهوائيين اللي هم بريزيريان، ده
بريزيليان دايت ده غريب جدا، اقتناعهم ان هم عايشين على الهواء. بالظبط، يعني كان يعني ميه وهواء ونقف في الشمس، احنا كنا هنتحول لنباتات يعني، مش بني ادمين خالص. فكل ما يكون الدايت حجم اقصائي الخطورة كل برضو ما انه في يكون ناس بتتحمس للأفكار دي وتتبعها، فعايزين برضو نشير للنقطة دي يا دكتور كريم. طبعا طبعا يعني ده خطر جدا على الصحه. الجسم محتاج توازن من جميع العناصر الغذائيه، سواء العناصر العامه زي النشويات والبروتينات والدهون، او حتى الفيتامينات والمعادن. وعشان نحصل على كل التنوع ده محتاجين نكون بناكل اكل متنوع او نظام غذائي متنوع. كل ما هشيل مجموعه غذائيه كل ما فرص ان انا ادخل في سوق تغذيه بيكون افضل. لسه اول امبارح في ناشطه في مجال الاكل النباتي او الفيجن دايت، كان كمان رو فيجن يعني بتاكل اكل نباتي وغير مطبوخ، كمان توفت بسبب سوء التغذيه، على الرغم ان هي كانت مشهوره جدا ونشطه جدا على السوشيال ميديا وناس كتير كانوا ماشيين وراها. فطبعا الانظمه دي هي انظمه غير صحيه ولا ننصح بيها اطلاقا. طب الفايكنج اللي طالع جديد دلوقتي، التقليعة الجديدة اللي هو قائم على الأسماك، بس أسماك بس، هو بيندرج تحت بند الدايتس الاقصائيه برضو، هو تعديل في الكيتو دايت، ان انا بدل ما باخد لحوم وبيض مصادر كلها بروتين ونسبه عاليه في الدهون بياخدوا اسماك فقط. الاسماك عموما من الحاجات الصحيه جدا، لكن انا اقصي مجموعه كامله زي بالظبط. النشويات زي الفواكه زي الخضروات، ده اسوأ حاجه انا ممكن اعملها في جسمي. جسمي بيفتقد لمغذيات كتير. لو انا بحب الاسماك وعايز استفيد من الاسماك فعلا، انا ممكن امشي على دايت اكثر صحه بكتير طبقا لمنظمه الصحه العالميه، وهو نظام البحر المتوسط او الميديترينيان دايت. وده طبقا لمنظمه الصحه العالميه لما درسوا العادات الغذائيه لاكثر شعوب العالم اللي عندهم صحة. معمرين، عندهم اعمار طويله، وفي نفس الوقت عندهم نسبه قليله جدا من امراض الضغط والسكر ومودهم والقلب. حلو. كان هم عشان دايما ايه؟ الغذاء متعلق بالمود، مودهم حلو. بالظبط، مزاجهم رايق في الحقيقه فعلا ومودهم حلو. طلعوا كده ببعض التوصيات سموها نظام البحر المتوسط. نظام البحر المتوسط ده بيقول ان هم بيعتمدوا كمصادر للحوم على الاسماك فعلا، واللحوم الحمراء بياكلوها مره واحده في الشهر، الدواجن ممكن ياكلوها مره في الاسبوع او مرتين في الشهر. في نفس الوقت اعتمادهم كمان بجانب الاسماك على البروتينات النباتيه زي الفول والحمص والبقول بانواعها، وطبعا الحبوب الكامله. بيعتمدوا على الفواكه كمصدر للتحليه اكتر من السكر، بيعتمدوا على الزيتون وزيت الزيتون كمصدر للدهون الصحيه اكتر من الزيوت النباتيه الاخرى والسمنه والزبده. بيبداوا ان هم يتحركوا طبقا طبعا لطبيعه المناطق دي هناك اللي هي بتجبرهم ان هم يتحركوا، دي اللايف ستايل بتاعهم الطبيعي. لكن اتكتبت في التوصيات بتاعه الميديترينيان دايت او نظام البحر المتوسط ان يكون في حركه يوميه على الاقل يعني افضل مرتين في الاسبوع. الحميات في رايك هو الميديترينيان؟ طبعا طب هل طبعا انا ينفع اطلع الوصفة من النت واعملها ولا لازم مع متخصص؟ طبعا يعني اي حاجه في الدنيا لما تتعمل مع اهل التخصص خصوصا في الطب والصحه تفضل. هتكون هي الاساس المضبوط. كل واحد مختلف، كل واحد بيتعمل له تقييم في الاول، في تحاليل معينه بتطلب عشان نعرف الحاله الصحيه اخبارها ايه، وعلى هذا الاساس ممكن نرشح دايت معين او لا. ناس كتير بتيجي تسال مثلا طب الصيام المتقطع، الصيام المتقطع مناسب جدا، ظريف جدا، صحي جدا، مش لكل الناس. فهل يمشي معاك الصيام المتقطع ولا لا؟ هل مناسب لاسلوب حياتك ولا لا؟ هل مناسب؟ يعني دايما بنقول انا بس عندي ما نغيرش عندي بس سؤال، معلش لقاطع كلامك على موضوع الصيام المتقطع يا دكتور كريم، لانه احنا اول ساعات لما بنكون عايزين نثبت الوزن بنعمل حاجه اسمها تجويع للجسم، فده بيثبت الوزن مش بينزل. فازاي احنا بنقدر ان احنا نكيب البالانس او ان احنا نوازن ما بين الاثنين، ان انا اعمل صيام متقطع وفي نفس الوقت انا بنزل وزن؟ مش هنا المفروض ان هو نظام الاستارفيشن او التجويع ده بيثبت الوزن مش بيقلله؟ في الحقيقه هو التجويع او هو مش نظام، هو حاله الجسم بيدخل فيها لما بيقعد فتره طويله بدون طعام. ودي ما بتحصلش في الاول في الحقيقه، دي بتقعد في الحالات الصعبه ومطوله جدا من التجويع. يعني في البدايه الجسم شخص بيستجيب بسرعه لكن بعد كده بيدي انذار. كل ما الجسم يكون في حاله كالوريك ديفيسيت او نقص في السعرات الحراريه اللي داخل له بالطاقه من الاكل اقل من اللي بيطلعها عن طريق المجهود، بيبدا ان هو ينزل في الوزن، انه بيستهلك
مصادر الطاقه المخزنه عنده زي الدهون وبعدها العضلات. بعد فتره معينه بيبدا الجسم يعمل تغيرات في التمثيل الغذائي بتاعه عشان يقلل الحرق شويه ويحافظ على الوزن اللي عنده ما يفقدهوش، لان بالنسبه له فقدان الوزن ده بالنسبه لوجهه نظر الجسم حاجه مضره وممكن تهدد بقاوه على المدى الطويل. عشان كده الانسان يقدر يقعد فترات طويله جدا بدون طعام بتصل لحد 3 شهور طبقا لدراسات اتعملت يعني. طب دايما بيجي لي سؤال على فكره الجوع الكاذب، ازاي لو حد داخل في حميه ان هو يتغلب على الموضوع ده؟ وكان دايما ساعات على السوشيال ميديا يقول لك مثلا افرك ودانك مش عارفه ايه عشان تتغلب على الموضوع ده، لكن في اطار التغذيه ازاي احنا ممكن نتعامل معاه؟ الجوع الكاذب ليه علامات وليه انواع. علامات الجوع الكاذب ان اولا الجوع الكاذب بيجي مره واحده، ما بيبنيش بالتدريج. الجوع الحقيقي بيطلع درجه درجه، ببدا الاول بدرجه واحد، انا ايه ده، انا حاسس ان عايز اكل، لحد الدرجه الاخيره انا خلاص لو ما اكلتش دلوقتي هيغمى عليا، ده جوع حقيقي. لكن الجوع الكاذب بيجي على درجه عاليه بسرعه، ابقى قاعد ما عنديش اي مشكله خالص وبعد شويه انا لازم اكل دلوقتي حالا يا اما هيحصل مشكله. الحاجه الثانيه ان الجوع الحقيقي زي ما بيظهر بيطلع بالتدريج بيبدا ينزل بالتدريج. مع اول قطمه او لقمه او قدر من الطعام بحطه فمي بيبدا الدرجات بتاعته تنزل. لكن الجوع الكاذب ما بشبعش، بتملي، ببدا اكل اكل لحد ما بطني تتملي. الجوع الحقيقي قنوع جدا، اي اكل هيلاقيه قدامه هيطلبه هاكله. لكن الجوع الكاذب بيبقى طالب اكل معين، انا جعان بس انا عايز اكل مقرمشات، انا عايز اكل حلويات. لما الاقي العلامات دي اعرف ان ده جوع كاذب مش جوع حقيقي. طيب نوعه ايه الجوع ده؟ في انواع كتير على حسب نوعه بنتعامل معاه. ممكن هو يكون جوع بسبب الجفاف، ده من الانواع الموجوده جدا ومنتشره. ما بشربش ميه كفايه، عندي جفاف، فجسمي داخل في حاله جوع. ممكن يبقى جوع بسبب قله النوم، وده من الانواع الشرسه جدا من الجوع. مش نايم فابدا ان انا اجوع. ممكن يكون جوع بنسميه الجوع الشعوري او العاطفي بسبب التوتر، القلق، الاستريس، او حتى مشاعر ايجابيه زي الفرح او السعاده ممكن تثير حاله الجوع اكتر او شعور الجوع اكتر. ففي انواع مختلفه للجوع، محتاج ان انا اتعامل مع كل نوع على حده. لكن عموما القاعده عامه الجوع عموما بيقعد حوالي 20 دقيقه لو جوع مزيف ويروح. يعني نستنى دايما 20 دقيقه، لو راح يبقى كاذب. طب الناس اللي تقول لك اشرب ميه مش عارفه ايه عشان اتغلب عليه، كلها حلول صح مش غلط. لكن لو انا اوريدي مشكلتي في النوم ومش نايم كويس وقعدت اشرب ميه، الجوع هيقعد 20 دقيقه ويروح ويرجع يزورني تاني. ويروح ويرجع يزورني تاني لحد ما انام او اخد قيلوله مثلا او ابدا ان انا اظبط نوم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم جمال، عضو الجمعيه المصريه للتغذيه، ودايما لحديث بقيه لانه الحديث عن الحميات الناس عايزين تعرف عنه فعلا كتير جدا، وانا كانت جات لي اسئله كتيره جدا. ان شاء الله في حلقه قادمه تكون حضرتك معانا موجود فيها في الاستوديو نتكلم عليها اكثر استفاضه. بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات. ودكتور كريم يمكن في كلامه كده قال الشعور بالقلق والاكتئاب والامتداد كمان الاستمرار على هذه الحاله، ومن هذا المنطلق هنروح لفكره الخوف، التوتر الدائم، الخوف من بكره، اسباب غير عقلانيه وغير منطقيه ممكن تخلي الواحد عنده حاجه اسمها كرونوفوبيا. ايه هي الكرونوفوبيا دي؟ رهاب المستقبل. تعالوا نعرف المزيد منها وازاي احنا ممكن نتغلب عليها، لانه اوقات الواحد بيبقى عنده الموضوع ده لكن مش مدرك لهذه الحاله. ودايما انا في حلقاتي بقول لحضراتكم فكره الادراك هي بدايه الطريق الى التغيير الصحيح. دكتور علي سالم استاذ علم النفس الاجتماعي بكليه الاداب جامعه حلوان يطلعنا عن هذا المفهوم الكرونوفوبيا او رهاب الوقت، رهاب المستقبل. صباح الخير يا دكتور علي. يا صباح الفل يا استاذه هبه، وصباح الخير على الساده المشاهدين كلهم. اهلا بيك يا دكتور علي. بدايه كده عايزين تعريف لمفهوم الكرونوفوبيا. بالنسبه الحقيقه لقلق المستقبل طبعا هو الخوف مش هنقول المبالغ فيه لكنه احيانا بيكون خوف منطقي من الاشياء التي من الوارد ان تحدث في المستقبل، سواء كان على المستوى القريب او على المستوى البعيد. وده الحقيقه بيعززه طبعا فكره الغموض فيما هو قادم. يعني انا بقلق من حاجه لان انا ما عنديش كنترول عليها او خايف منها او ما عنديش القدرات او شايف ان انا ما عنديش القدرات او الملكات اللي تؤهلني للسيطره عليها او التحكم فيها. فبيبدا طبعا الانسان يحس بالقلق، يبدا يحس بالخوف،
احنا دايما بنقول حتى انه القلق مطلوب، يعني احنا مهم جدا ان احنا نقلق. القلق الايجابي. القلق الايجابي، القلق الطبيعي، انا هقلق، انا قلقان علشان عندي مداخله النهارده، فانا صحيت بدري وبدات اجهز للمداخله. حضرتك قلقانه احنا سميناها المره اللي فاتت حرص وليس قلق. اللي هو يعني نقول عليه حرص، ان انا حريص على انجاز المهام. فاحنا دايما حتى عندنا جمله شهيره كده بتقولها، انه درجه معقوله من القلق كافيه لانجاز الاعمال بتاعتي كلها. اول ما بتبدا تزيد بقى هو ده اللي بيبقى مشكله. يعني انا اقلق امتى؟ والله حضرتك عندك تصوير مثلا وقلقانه، حريصه هتصحي وتلبسي، بس انت خايفه انك ما تبقيش باحسن طله، وخايفه انه الاضاءه ما تبقاش كويسه، وخايفه انه حد من حرص فبيركز في التفاصيل. لو زاد الموضوع طبعا هيبوظ الدنيا دي كلها. فدايما بنقول انه درجه معقوله من القلق دي مهمه جدا. طب هل انا بامكاني ان انا اتحكم في الموضوع ده؟ ودايما العلماء لما بيتكلموا في هذا الاطار بيتكلموا على مصطلح كده عايزه برضو نطلع الساده المشاهدين عليه، هو تنظيم المشاعر. فايدة التكنيك بتاع تنظيم المشاعر ده في إطار التعامل مع رهاب الوقت. الحقيقة احنا عندنا أكثر من تكنيك طبعا بنستخدمه، منها تنظيم المشاعر، لأنه قلق المستقبل بيعتمد على انفعالات. الانفعالات دي كمان بيبقى ليها ردود فسيولوجية، فممكن يعني تنظيم الأكل اللي كنا بنتكلم عنه من شوية ده أحد الأسباب، وتنظيم المشاعر برضو أحد الأسباب، إنه إزاي الإنسان يقدر يعمل كنترول على المشاعر، وفي نفس الوقت برضه يشوف هل هذه المشاعر مناسبه للدرجه اللي عنده ولا لا، درجه القلق اللي عنده ولا لا، وده بيعتمد على الليمبك سيستم بتاع كل واحد فينا. وهل الـ الاحداث المستقبليه ديت قدراته، يعني في واحد ممكن يبقى قلقان من الجواز. هيبدا المشاعر بتاعته في هذه النقطه تزيد عن الحد، لدرجه ان هو يبدا يرتكب سلوكيات بتورطه اكثر. توقعه اكتر في اللي هو خايف منه، وده بنسميه السبليمينال بيرسبشن او الادراك اللاواعي. ان انا خايف اختار غلط، خايف اتجوز غلط، خايف افشل في الجواز، خايف. الخوف الزايد المبالغ فيه ده، واللي مش مبرر من حاجات مستقبليه ربما تبقى صحيحه وربما تبقى خاطئه، بيخلي الانسان للاسف ربما يقع في الخطا. يعني بنقول كده بالبلدي اللي خاف العفريت يطلع له. وخايف خوف زياده عن الحد، فبيبدا يتخيل ان اي حاجه بتتحرك في الضلمه انها نفس القصه في الشخص اللي قلقان من المستقبل. انا قلقان من حاجات مش وارد انها ما تحصلش، لكني شايف انها بنسبه كبيره احتمال تحصل، لان انا مش واثق في قدراتي او مش واثق في هذا المستقبل اللي هيحصل. طب ادينا روشته يا دكتور علي، التعامل يكون ازاي؟ اوقف القلق ازاي؟ انت ازاي؟ طبعا احنا الروشته دي بتختلف من شخص للتاني. يعني لو الشخص مثلا طبيعه الشخصيه بتاعته ليها خلفيه دينيه او روحيه شويه، فبيكون احد اساليب التكيف هي الجوانب الدينيه. يعني يبدا الانسان يركز على انه المستقبل ده بايد ربنا، وانه الانسان دايما لازم يبقى متفائل، وانه الرزق ده بتاع ربنا في اللي جاي. فبنبدا يعني نوضح للانسان من الناحيه الروحيه انه بس هو ما عليه الا ان هو يجتهد، والباقي ده بتاع ربنا. بالظبط. من النواحي الثانيه احيانا بعض البشر بيلجا الى مساله المواجده. يعني ايه؟ يعني يلم على الناس اللي شبهه، زي احنا دلوقتي عندنا طبعا مساله الثانويه ونتائج الثانويه، وطبعا الناس دي كلها عندها قلق مستقبل. مظبوط. سواء الاباء والامهات وسواء الشباب، ولذلك قلق المستقبل بيزيد في المرحله بتاعت الثانويه العامه طبعا. في مرحله التنسيق على وجه الخصوص. مرحله التنسيق والشباب عموما، يعني مرحله الشباب عموما تقريبا يمكن نسبة كبيرة جدا تتجاوز 50% من الشباب عندهم ما يسمى قلق المستقبل. ليه؟ واحد عايز يتجوز، واحد بيدور على شغل، واحد لا خلينا في بتوع الثانوية يتخلصوا ازاي من القلق ده؟ أول حاجة طبعا يؤمن تماما إنه هو عمل اللي عليه واجتهد، طالما عمل اللي عليه واجتهد اللي فات فده خلاص. يبص بقى للخطوات اللي جاية، الخطوات اللي جاية بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على إن إحنا ما نمشيش في نفس التراك او بنكرر نفس الاخطاء ونتوقع نتائج مختلفه. ايوه المثل الصيني المعروف. ايوه، يعني انا دلوقتي اخذت شوط معين في الثانويه العامه وربنا كرمني بمجموع ما. المجموع ده لا يعبر عن قدرات الانسان الحقيقيه. لان بعض الطلبه بيشك في قدراته، وبعض الطلبه بيحبط، وبعض الطلبه حياته بتقف عند النقطه ديت. صح. فنبدا نقول له ابدا بدايه جديده بطريقه مختلفه، وخليك مؤمن دايما في قدراتك،
واحنا كلنا بنشتغل بناخد الاسباب وبنشتغل. حاول تعمل كنترول على المشاعر السلبيه اللي عندك، اكسر اي دايره حزن، لان دايره الحزن ديت لما بتكتمل هتدخلك في مشاكل نفسيه كتيره جدا. حلوه نصيحه. ابدا خطط للي جاي وحط اهداف قصيره المدى ومتوسطه المدى وبعيده المدى واشتغل عليها. نوع الخطط بتاعتك للمستقبل بحيث لو قلشت في واحده تظبط في الثانيه، ولو قلشت في الثانيه واولياء الامور يساعدوهم على كده، اولياء الامور مش يضغطوهم، يسيبوهم في حالهم بالله، يعني يسيبوهم خالص، لانه الاستريس اللي بيحطه اولياء الامور على الاولاد دول، يعني سواء ضغط الثانويه او انهم ينسقوا لهم هم، تلاقي الاب اللي فشل يدخل طب عايز ابنه يدخل طب، والاب اللي فشل يدخل هندسه عايز يجبر ابنه ان هو يخش عايز يعوض، يعني بيحقق طموحه هو من خلال ابنه. ابنك ده مختلف عنك، ليه قدراته الخاصه، ليه اهتماماته الخاصه، ليه ميوله الخاصه، وجه بس وافتح له الطرق وسيبه هو يختار. صحيح. ده الافضل ليه، ما تحطوش تحت ضغط، حتى نرفع الضغوط عن نفسنا وعنهم كمان كمقبلين على مستقبل جديد. انا بشكرك طبعاً. شكرا جزيلا دكتور علي سالم، دايما بنستفيد من مكالمه حضرتك، استاذ علم النفس الاجتماعي بكليه الاداب جامعه حلوان. وهسيب حضراتكم دلوقتي مع تقريرنا اليومي احسن ناس واخبار اهالينا في محافظات مصر المختلفه. قاعدين بندردش ورانا ايه، ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه، ورانا ايه. بعد الفاصل هنبتدي مع حضراتكم فقرتنا الحوارية من الاستوديو. عندنا فقرتين النهاردة، هنسحب حضراتكم في فقرة رياضية بامتياز هنتكلم فيها على كرة القدم، نادي الزمالك في البطولة العربية، النادي الأهلي في كأس مصر، الاستعدادات للموسم الجديد، الصفقات الجديدة، ولكن هنتكلم في إطار تحليل كروي مع محلل الأداء كابتن مصطفى مدحت هيكون معنا بعد قليل وفي الفقرة الثانية. أما الفقرة الأولى هتبقى خاصة برصد يوميات الحوار الوطني، هنتوقف مع حضراتكم عن كافة المحاور. النهاردة طبعا في المحور المجتمعي هيبقى فيه أكتر من جلسة، جلسة خاصة بمشكلات ما بعد الطلاق، الطاعة، النفقة، وأيضا جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، في جلستين خاصة بمشكلات ما بعد الطلاق وجلستين خاصتين بلجنة التعليم والبحث العلمي. هنعرف مع حضراتكم كل التفاصيل، بالإضافة طبعا للمحور الاقتصادي اللي كان يوم الثلاثاء الماضي تم مناقشة فيه العديد من الأمور المهمة خاصة بالدين العام ومبدأ تكافؤ الفرص، وأيضا للكلام عن المحور السياسي اللي كان يوم الأحد بعد بقى عودة ما بعد العيد وأجازة العيد. هنتكلم مع حضراتكم بكل التفاصيل بعد لحظات، انتظرونا وبعد الفاصل. حجم المقترحات المقدم على مائدة الحوار الوطني ممكن نقول كده بالفم المليان حدث ولا حرج. إذا كنا في البداية وفي انطلاقة الحوار الوطني بنتكلم على إيجاد المساحات المشتركة وماذا سنخرج من مقترحات بالحوار الوطني، دلوقتي بقى الأمر موجود في مقترحات وفي تنفيذ أيضا سريع جدا لما يخرج من الحوار الوطني. وتعالوا نقترب من جلسات سواء اليوم في المحور المجتمعي
الجمعي أو الجلسات على مدار الأسبوع. احنا عارفين حد ثلاث خميس سياسي اقتصادي مجتمعي. صحيح. برحب بضيفي العزيز النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منورني وصباح الفل عليك. صباح الخير يا فندم. بداية كده إجمالا، لو رؤية ونظرة لما كان متوقعا من الحوار الوطني وما نحن عليه الآن من مخرجات من الحوار الوطني هو لسه أساسا شغال. يعني في البداية يمكن أكبر عقبة كنا قلقانين منها وإحنا بنبدأ الحوار الوطني المساحات المشتركة بين الناس. أيوة. وكنا بصراحة عندنا تخوف كبير جدا علشان يعني هذا الكم من التنوع يبقى موجود على مائدة واحدة، شيء كان غير معتاد في مصر، وكنا بصراحة مش عارفين ممكن يكون التبعات إيه. حقيقي احنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من 6 سنين بدأنا حوار بين أطياف مختلفة، لكن ده كان أكبر وأشمل بكتير. المفاجأة كانت الشعور من الجميع بأنه هو عايز يمد إيده ويبني لأنه شاف مبادرة حقيقية. حتى التخوف من الأطراف المختلفة مع بعض أنه هو مش هلاقي المساحة كاملة، مش هعرف أقول اللي أنا عايزه كله، طب إيه اللي هتمنع عنه، طب يعني كان في تخوفات كتير. لا، وإحباطات السوشيال ميديا كانت كتيرة قوي. صحيح. يعني وزي ما حضرتك بتقولي حاجات شكليات ويعني عارف والهجوم الشرس بقى والتشكيك من الأول، زي كل حاجة بتحصل في بلدنا بصراحة بيبقى المفروض إن هي تبقى شكلها حلو ولكن يتم التشكيك فيها. ده كله تلاشى مع أول جلسات على طول. النظام وضعته الأمانة الفنية، وضعه مجلس أمناء الحوار، الكل التزم بيه، قلنا هيبقى فيه سقف الدستور، مش عايزين نتعدى على حد، قول حضرتك رأيك براحتك، ننتقد زي ما انت عايز، بس أرجوك لما تنتقد قول لي حلول علشان أعرف أحل بيه. وده المفيد. وده كان المهم. والحقيقة إن كل الأطراف بكل اختلافاتها قدرت إن هي تعمل ده، وكان في وزي ما حضرتك قلت دلوقتي مقترحات كبير بسببها اتفتح حاجات كتير. يعني يمكن لما نتكلم كمان دلوقتي هنلاقي ان في جلسات اتعملت تبعات لجلسات اخرى طالعه من الحوار، وفي جلسات اتعمل لها زي بارت 2 او جزء ده حصل الاسبوع ده تحديدا. أيوة، يعني ده حصل في الاسبوع ده تحديدا بالظبط. فزي ما تكافؤ الفرص بالتحديد، يعني تكافؤ الفرص والمحليات ومباشره الحقوق السياسيه. أيوة. دي اتناقش اجزاء منها في جلسات قبل كده، ولجنه مجلس امناء حاجات حاسه ان هي ما خدتش حقها في الجلسه الاولى وتفرع منها مواضيع. يعني طلع منها مواضيع لا احنا لازم نناقش بقى ايه الموضوع ده لوحده. صح. او لازم نتكلم فيه لوحده. يعني النهارده في المحور المجتمعي تماسك الاسره هو خارج من برضو الوصايا او قانون الوصايا اللي كنا بنتكلم عليه، بس النهارده هنتكلم بشكل يمكن اكثر تشعبا بقى على الطاعه وعلى النفقه وعلى برضو. يعني كان مهم قوي ان يبقى في حوار مجتمعي على قوانين عفى عليها الزمن. يعني في قوانين عندنا من الخمسينات ومن الستينات، العالم دلوقتي اتغير واحنا كمان اتغيرنا. طب بس علشان نغيره لازم اغير موروثات موجوده عند المجتمع طبعا. فعلشان اغير الموروثات دي كان لازم يشوف الناس وهي بتتكلم مع بعض. يعني بصراحه جلسة العدالة الاجتماعية مثلا يوم الحد كانت ثرية جدا، كان في كلام على حاجة كتيرة جدا. المباشرة ممكن نتوقف عند أبرزها؟ العدالة الاجتماعية ممكن ناس كتير ما كانتش قادرة تعرف ايه هو مفهوم العدالة الاجتماعية. يعني انا اعمل ايه عشان نبقى عادلين؟ يعني كلنا ناخد فلوس زي بعض مثلا؟ كلنا لا، الناس بدأت توضح والكلام بدأ يبقى واضح من الأطياف المختلفة ان مفهوم العدالة الاجتماعية ان احنا يطبق علينا القانون زي بعض. ده مفهوم بسيط جدا للعداله الاجتماعيه. ان احنا حلو ان احنا برضو نبسط المفاهيم بالظبط. يعني الكلمات اللي هي الضخمه دي ساعات الناس تقف عارف اللي هو بتشعل تفكيري. هو والناس كمان دايما اغلب افكارها عداله اجتماعيه يبقى كلنا ناخد فلوس زي بعض اهم حاجه. لا طبعا، في حاجات كتير بتقول ان احنا ممكن نبقى على فكره يعني العداله برضو الاجتماعيه انه المميز ياخد فلوس اكتر. دي من العداله. صحيح. اللي هو اسمه ربط الدخل بالإنتاج. بالزبط. هو ده حقيقي. العدالة الاجتماعية إن حضرتك تحصلي على حقك من الدولة زيك بالظبط، ولكن في نفس الوقت أنا لما أشتغل أكتر أو أجتهد أكتر أنا يبقى كمان ليا مميزات. أيوة. القانون كان مهم قوي إن الكل أجمع إن القانون لازم كلنا نبقى قدام القانون سواء. وبعدين إحنا عندنا الدستور المصري واضح وصريح إن إحنا ما ينفعش يبقى في تمييز بيني وبين حضرتك بناء على الدين أو الجنس أو اللون. إن إحنا يبقى إحنا في حاجات كده قواعد لازم نتفق عليها. بس إحنا بقى كنا مشكلتنا إن إحنا ما عندناش آليات تطبيقها. طيب في الحوار الوطني لما يقول مثلا إن إحنا عايزين نحط آليات إيجاد آليات التطبيق ده بيكفل تطبيقها.
بالظبط. عندي حضرتك مثلا الثراء في مباشره الحقوق السياسيه كان مهم جدا. الطرح مثلا ان احنا محتاجين يبقى عندنا في مصر عشان نزود اقبال الناس التصويت الالكتروني. احنا ليه لغايه دلوقتي ما عندناش تصويت الكتروني؟ عندنا قواعد بيانات، عندنا بنيه تحتيه تكنولوجيه كبيره جدا، اتطورنا في الانترنت حياه كريمه الناس تطرقت ليها ان هي دخلت الانترنت في القرى وهتدخله في القرى كلها. طب ليه ما يبقاش عندنا تصويت الكتروني؟ تتم التطرق كمان ل حياه كريمه برضه نربطها بالعداله الاجتماعيه. طبعا طبعا. والعداله الاجتماعيه دخلت في حياه كريمه. احنا لسه بنتكلم النهارده برضه على الربح بتاع مهرجان العالم عالمين وتوجيهه لحياه كريمه، ومن هذا المنطلق هكا فلاش باك كده لجلسه السياسه. انت كنت متحدثا في جلسه السياحه عفوا، فهنا برضه عايزه اتوقف عند اهم ما جاء في هذه اللجنه واللي احنا بصدد تنفيذه. الحاجات بقى اللي هي فقه الاولويات في ناحيه، ودي حاجه مهمه قوي، احنا اولوياتنا ايه في الفتره اللي جايه فيما له علاقه بدخل قومي وهو السياحه. يعني بما ان حضرتك بقى جبت سيره العالمين، فدي فرصه ان انا عايز اشكر جدا شكر خاص للمتحده عموما ولقنواتها خصوصا على التغطيه الرائعه اللي عملتها المهرجان العالمين. العالمين اتحطت على الخريطه السياحيه فعلا، بما ان انا بقى هتكلم على لجنتي، انا لجنتي في المجلس الثقافه والسياحه والاثار والاعلام. أيوة. فكلكم يعني ايه أهلاً مرتبطين معايا. فانا حقيقي عايز اوجه شكر للمتحده على التغطيه اللي عملتها في مهرجان العالمين. العالمين كانت تستحق ان احنا بعد الطفره الكبيره اللي بقت فيها ان العالم يعني يمكن اتقال عليها جمله عجبتني جدا من خارج مصر مش من مصر، ان هذه المنطقه تحولت من مقبره الى مزار عالمي العالم كله لازم يشوفه. الله. وجنه او بقعه من بقاع جنه. جنه الارض في مصر. فحقيقه منطقه الغام فهي كانت أيوة. فعلا مقبره فعلا فعلا. يعني كلنا عارفين المنطقه دي عشرات السنين كانت عبارة عن منطقة ألغام محدش بيقرب منها. الجهد اللي عملته الدولة المصرية أن تضع هذه المنطقة في الخريطة السياحية في وقت قياسي، في وقت خطير، في وقت مهم، في وقت فيه توترات دولية وفيه توترات حدودية، وكمان هي عملتها على البحر المتوسط اللي كان بيتسم بالتفاوض. المعنى الحقيقي للتحول على فكرة. يعني لا، احنا بنتكلم على جهد كبير عملته الدولة وجهد كبير عملته مؤسسة وطنية إعلامية جوه الدولة إنها تبرز هذا المهرجان بالشكل اللي خلى العالم كله العربي خصوصا يبص للمنطقة بشكل مختلف. بخصوص السياحة في مصر، إحنا الحمد لله، خليني أطمن حضرتك وأقول للسادة المشاهدين إن إحنا تفوقنا على نفسنا في هذا الموسم السياحي إن شاء الله بإذن الله. ووزارة السياحة كانت عاملة لنا خطة أو قايلة لنا الخطة بتاعتها في أول السنة، قايلة لنا هدف. أيوة. رقم، وكنا حاطين رقم، والحمد لله وزير السياحة قعد معنا الشهر اللي فات وقال ان هم تجاوزوا هذا الرقم وهنتجاوزه بإذن الله. هنتجاوز ال 14 مليون سائح على آخر 2023، وده هيبقى أعلى رقم حققته مصر من قبل 2010 من حيث عدد السياح ومن حيث الدخل الناتج عن السياحة. احنا شغالين كمان على أنواع السياحة زي سياحة المهرجانات، وابتدى الموضوع يعني طبعا عندنا يتزايد بشكل كبير قوي، وابتدينا نشعر بالاحترافية في التنفيذ. يعني وده الأهم. نمط سياحة المهرجانات ده كنا بنفتقده في مصر، وبدأته مصر لما بدأت تعمل أنواع من المهرجانات، ويمكن كان أبرزها وأحسنها اللي ظهر مننا في مهرجان العالمين عندنا سياحة المؤتمرات. احنا ما كنا مفتقدين لهذه السياحة طبعا. ولكن طبعا الدولة لما عملت أنواع كتير من المؤتمرات في بداية من شرم الشيخ وبعدين في أسوان وبعدين في القاهرة، فسياحة المؤتمرات فرقت معنا جدا. سياحة اليخوت عشان الناس يقول لك دي بتاعة الأثرياء، طب هو لازم يبقى فيه تنوع. عايز أقول لحضرتك إن مال هنجيب دخل إزاي؟ في جملة اقتصادية اتقالت في أحد اللقاءات في الحوار الوطني إن فعلا يخت واحد من سياحة اليخوت الثرية هو بـ1000 سائح فردي. المعادلة كده، لأن سياحة اليخوت لازم الناس تطلع على البرنامج دي على فكرة. طبعا، لأن دي سياحة رجال أعمال. هم بيبقوا ليهم متطلبات معينة، بينفقوا بطريقة معينة، محتاجين بنية تحتية معينة، محتاجين معاملة معينة. الدولة المصرية قدرت توفر ده في سنوات قليلة جدا. عملنا حتى تموين اليخوت، استقبالها، طريقة التعامل معاها، يعني حتى كان في بعض العقبات وبعض المعوقات، وبالمناسبة حطينا لها مقترحات في الحوار الوطني، ومش الحكومة والقيادة السياسية. يعني عايز أقول لحضرتك بعد جلسة السياحة بأقل من 48 ساعة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع علشان خاطر سياحة اليخوت، وكل التوصيات اللي قالها الحوار الوطني هو اشتغل عليها على طول. يعني في جلسة تانية للسياحة؟ لغاية دلوقتي لسه ما تحددش، بس احنا بنتوقع ان هيكون ده في موسم الشتاء.
في النص الثاني يعني من المناقشات بتاعه الحوار. هو الحوار اصلا بالمناسبه في البدايه كان محدد له حوالي 150 جلسه. اه كنت لسه هسالك، الناس دلوقتي ابتدت تسال هو مستمر معنا لمده قد ايه، فعايزين برضو يعرفوا السقف الزمني. هو الحقيقه ان المفروض المجتمع يفضل طول الوقت في حاله حوار، ومدام الحوار بيطلع نتائج وبيطلع مقترحات، طب ليه ايه المانع ان احنا نفضل مستمرين فيه من غير ما نحط له سقف زمن؟ احنا دلوقتي الحوار خلاص بقى معروف توجيهاته، ان هو يا اما يروح للسيد رئيس الجمهوريه، يا اما يروح للحكومه، يا اما السيد رئيس الجمهوريه نفسه يقول مثلا ده هيحتاج تشريع فهحوله للبرلمان. طب مادام في خطوات بتحصل، ايه المانع ان احنا الحوار يفضل مستمر معانا؟ طبعا لو ابتديت كده اخد الاسبوع ده يوم السياسة ويوم الاقتصاد الحد والثلاث، كان في إطار بقى كلامك مخرجاتهم كانت إيه؟ يعني لو اتكلمنا على أهم المخرجات، مباشرة الحقوق السياسية كان الميل للتصويت الإلكتروني، كان في حديث كبير قوي على بعض القوانين الخاصة بالترشح للانتخابات، هل مثلا اللي حصل معاه تخلف عن التجنيد نقدر نعمل معاه إيه، شوية موضوعات خاصة بكده. المحليات كان في قانون الإدارة المحلية، هل يبقوا قانونين هل يبقى قانون واحد، كان في مناقشات على ده وفي توصيات طلب، هل نعمل قانون مخصص للمجالس الشعبية لوحدها على أساس أنها منتخبة، دي كانت بعض التوصيات اللي طلعت. النقابات خدت جلستها على فكرة طولت جدا وكان فيها مناقشات كبيرة، وكان عاجبني قوي في جلسة النقابات أن الناس فكرها تطور كتير، كل الناس شايفة أن النقابات هي اللي بتعمل حق الإضراب. النقابات يعني حق إضراب، لا، المفاوضات الثلاثية كان في كلام عليها، ازاي نعمل مفاوضات بين العامل وبين اللي هو المستثمر او يعني الإدارة وبين النقابة. كان مهم قوي ان يبقى في كلام على التثقيف النقابي طبعا، ان الناس يبقى عندها ثقافة نقابية من اول الإدارة نفسها والعامل والنقابيين نفسهم او المترشحين. كانت جلسة مهمة جدا. المحور الاقتصادي كان في كلام على الدين العام وحقيقي يمكن من أجمل الكلام اللي اتقال، إن إحنا ما كانش عندنا أي كلام عن الدين العام قبل كده، ما كانش مطروح، ما كانش فيه شفافية في الموضوع ده. دلوقتي الجهاز المركزي للمحاسبات بيعلن الدين العام الداخلي والخارجي بالظبط، كل الناس اتكلمت، وبنشوف كمان تجارب الدول الأخرى في الموضوع ده بالظبط. هو في إجماع من كل المتحدثين، يعني إحنا كنا لسه امبارح بنتابع تصنيف فيتش للولايات المتحدة الأمريكية، عشان الناس بس يعني عينها بس رايحة على علينا بس وعلى إن هي قللتها من 3A بلس لخلتها دبل A بلس. لا ده تصنيف ائتماني بيقل، بيحصل. وأمريكا بتقول إن في تعسف ضدها في التصنيف ده، وإنه مش صح. يعني برضو الدول بتقول رأيها في الموضوع، يعني موضوع على الدول اللي هي اعتى اقتصادات العالم زي ما احنا بنقول. هو حقيقي يعني عايز اقول لحضرتك، جلسه الدين العام طلعت لي انا بشويه حاجات. انا بحب جدا الجلسات لان بيكون فيها اراء مختلفه، خلي بال حضرتك المدارس الاقتصاديه الموجوده كلها مختلفه. اتفقوا على ايه؟ اتفقوا ان الدين العام حاجه موجوده في كل العالم، اتفقوا ان الدين العام المصري سواء الخارجي او الداخلي، ودي حاجه مهمه قوي ان احنا نطمن بيها المصريين، ان هو امن تماما، وما زلنا لم نصل حتى لمرحله القلق الدين العام سواء الداخلي او الخارجي. اما قعدوا صنفوا الدين العام نفسه، شفنا ان هو مش بالضخامه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا خالص، الموضوع مش بهذه البشاعه. هو محتاج اداره الدين العام نفسه، ازاي ان احنا نديره، هل نضع سقف للدين العام في الموازنه ولا ما نضعش. دي كانت كلها نقاشات طلعت بتوصيات. برضو الحاجات اللي طرحت خلال هذه الجلسه، فكره انه حد مثلا يقول عنوان كبير زي البعد عن الاقتراض، لكن انا محتاج هنا برضو كيفيه التطبيق. عايز اقول لحضرتك ان هو حتى كلمه البعد عن الاقتراض ما كانش حاجه ليها قبول قوي. هو المطلوب كان اداره الاقتراض، ازاي كيفي. امتى نقترض، وازاي ندير القرض اللي احنا خدناه، وازاي نحقق منه عوائد. يعني انا لو عندي قرض على مشروع قومي، طب ما انا عارف ان هو هيبقى بعيد المدى في العوائد بتاعته، بس انا محتاجه لان هو هيخدم على حاجات تانية. هل انا دلوقتي القرض لما هاخده اديره في حاجات سريعه، ولا اديره في حاجات محتاجه مني بعض الوقت وبعض المجهود، وازاي هعمل الاداره، وازاي اغطي عبء الدين، وازاي اعمل اللي هو تحقق العوائد بتاعته. كل ده كان موجود في المناقشات، وكان مهم قوي ان الاختلافات كلها في طرق الاداره. لكن حتى اللحظه، ودي كانت بالنسبه لي انا مهمه قوي، ان طب الدوله اللي عملته انتوا مش شايفينه ازاي؟ لا، احنا متفقين معاه، بس احنا مختلفين مع بعض الادوات في الاداره. وده بالنسبه لنا كان مهم قوي، لان برضو كان بيطلع بعض الاشاعات، انتوا ماشيين غلط، انتوا عملتوا حاجات غلط، انتوا عملتوا حاجات ما كانش المفروض تحصل، ما سمعناهوش في الحوار الوطني من كل المختلفين لغايه دلوقتي. النهارده في جلسه التعليم هيتم مناقشه التعديلات المقترحه،
حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. التفاصيل عندك. بص حضرتك دي طبعا حاجة خدت جلستين، كان في جلسة ليها قبل كده والنهاردة جلسة أكثر تخصصا. الجلسة اللي فاتت كان هل احنا موافقين على مقترح السيد رئيس الجمهورية ده كحوار وطني ولا لا؟ وكان ايه الابواب او المعالم الرئيسية اللي عايزين؟ فالجميع كان متفق اننا في حاجة لمجلس فعلا وطني لوضع سياسات التعليم في مصر. الخلاف كان في الجلسة الاولى اللي هو تشكيل المجلس، هل يكون في اعضاء من الحكومة اكتر، الخبراء اكتر، استشاريين يبقى شكلهم ايه؟ كان في هو ده كان التباين هنا. الجلسة النهاردة هتكون أكثر تخصصا على إيه أهم أبواب أو أهم المحاور اللي لازم يشتغل عليها المجلس. يبقى هنا اتفقنا أن المجلس يبقى موجود، تشكيله الآراء اختلفت فيه. النهاردة هيكون في كلام إيه إزاي بقى إيه أهم السياسات، يعني هل مثلا والنقاط اللي كان مختلف عليها قبل طبعا دي لازم هيبقى فيها نقاش. وكان كل حاجة ليها وجهتها، يعني اللي يقولك الحكومة مش لازم تكون موجودة كتير لأن هي موجودة في مجلس الوزراء بالظبط. وكان في راي اخر يقول لك احنا محتاجين مستشار بس من مستشارين السيد رئيس الجمهوريه بحيث ان هو يكون مرتبط برئاسه الجمهوريه مباشره. خلاف في الراي. طب والتنفيذ بقى، وده اللي يهمنا قوي. هقول لحضرتك على حاجه، التوصيات بتطلع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشوف هل هي محتاجه تنفيذ او اجراءات تنفيذيه بيحولها للحكومه، تشريعيه بيحولها للبرلمان، لان في الاخر مجلس النواب ومجلس الشيوخ بيبقى ليهم دور اخر في مناقشة الأمور ووضعها في أطورها التشريعية. النهاردة هيكون المناقشة حول الأبواب الرئيسية لهذا المجلس، يعني إيه الأبواب اللي يشتغل عليها؟ التعليم الأساسي الأول، التعليم الفني إزاي ندعمه ونكبره. مفيش خلاف في التعليم في مصر دلوقتي إن إحنا محتاجين محورين رئيسيين، التعليم التكنولوجي والتعليم الفني. إحنا في أمس الحدث إحنا قطعنا شوط حلو قوي فيه أصلا في الفترة الأخيرة. نعم، التعليم الفني قطعنا شوط حلو قوي فيه، وابتدينا كمان اشتغلنا على الصورة الذهنية. ده أثير وفعلا احنا عندنا مدارس فنية زادت كتير في مصر، وبقى عندنا بعض المعاهد الفنية اللي بدأت تزيد في مصر. والأحسن من ده كله ان هي بقت متواكبة مع العصر. يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم على حاجة متأخرة عشرات السنوات، لا ده احنا بنتكلم على حاجة مواكبة للتطور التكنولوجي ومواكبة للتطور اللي احنا فيه. من ضمنها على فكرة امبارح سيادة الرئيس يعني جلسة بشأن الحرف التراثية، دي برضو يعني ده حرف، ودي فكرة الأسطى اللي هي كانت قربت ان هي تندثر من عندنا. فالحاجات دي كلها برضو احنا في الحوار الوطني بنشتغل على الكيفية، ولا فكرة ان انا بطبق بس الموضوع بحيث ان انا يبقى عندي كيان موجود. عايز اعرف برضو الفكرة في الاطار ده هتبقى ازاي. هو حضرتك المائدة مفتوحة لكل النقاشات، يعني كل حاجة نقدر نناقشها نناقشها. والاجمل ما في الموضوع ان بيتبني على ما تم، يعني مثلا احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي من شهرين افتتح جامعات تكنولوجية او مجموعة جامعات تكنولوجية في برج العرب. طيب يبقى احنا خلاص احنا شايفين الدولة بتتوسع في الجامعات الاهلية، بتتوسع في انماط التعليم التكنولوجية لان احنا عارفين ان احنا محتاجين، والتعليم الفني. طيب احنا بقى في الحوار الوطني لما نيجي نعمل مجلس وطني للتعليم ازاي ندعم ده؟ مثلا ان احنا من ضمن المقترحات ان احنا نقنع الاسرة المصرية ان خلاص التعليم الفني قعدنا فترة طويلة من الزمن هو متصنف ان هو احد الدرجات المتأخرة. لا ما فيش كده دلوقتي. ما انا عايز اقول الموضوع بالطريقة كويسة. لا يعني خلاص ثقافة بقى كليات القمة وثقافة الكليات اللي هي بيقول عليها الدفترية زي ما بيتقال عليها. خلاص احنا دلوقتي بنتكلم في تكنولوجي، بنتكلم في فن، وفي الاخر نقعد على القهوة ما نلاقيش شغل، وما نلاقيش فرص عمل. مش بتخدم على صورة. والعالم دلوقتي بقى واضح ان فرص العمل كتير ولكن بانماط مختلفة. اذا احنا ما لحقناهاش فاحنا هنبقى في مكان تاني. فاولادنا اللي بيكبروا لازم يكبروا على هذا المنطق وعلى هذا المفهوم. طب اطلالة سريعة بقى على مشكلات ما بعد الطلاق. طبعا. وما اكثرها بقى، عانينا منها كتير كمجتمع. حقيقي احنا اشكاليتنا في محورين مهمين جدا. المحور الاول ان احنا عندنا قوانين عفى عليها الزمن وما بقتش مناسبه للوقت الحالي اللي احنا فيه. المحور الثاني الثقافه. احنا محتاجين جدا ان احنا يبقى عندنا بنيه ثقافيه للرجل والمراه ان هم يبقوا عايزين حتى لو هينفصلوا، ونتمنى ان هم ما يوصلوش للمرحله دي، يبقى عندهم ثقافه التعامل ما بعد الطلاق. لان الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها صريحه ومش محتاجه مننا مناقشه كتير، الضحيه الاولى والاخيره هو الطفل. بالظبط. واحنا علشان نبني طفل سليم بقدر الامكان مع عدم اتفاق الطرفين، يبقى احنا لازم احنا الاثنين هنقدم تنازلات ولكن
في الاول وفي الاخر لازم تتحط في اطر قانونيه صحيحه. وما قبل الطلاق هو فكره الثقافه ان احنا ما نتسرعش في قرار الزواج الا لما يكون يعني انا عارف انا داخل على ايه. صحيح. حجم المسؤوليه. المسؤوليه. صحيح. عدم التسرع. انا بشكرك شكرا جزيلا نائب محمود القط عضو المجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، نورتني وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وقفه رياضيه بعد الفاصل والحديث عن الساحره المستديره. الساحرة المستديرة وموضوعاتها الكثيرة، هنفتح العديد والعديد من الملفات مع محلل الأداء كابتن مصطفى مدحت. منورنا في استوديو 8 الصبح. صباح الفل. صباح الفل. أخبار البطولات إيه دلوقتي؟ يعني خلاص أنت شغال دلوقتي على تحليل إيه؟ يعني بنحاول طبعا، خلاص الموسم بينتهي فبنشوف الموسم اللي فات إيه اللي حصل، وطبعا الأندية خلاص يعتبر الأهلي آخر ماتش ليه في الموسم المحلي. ونتكلم نفس الزمالك برضه ماتش الكاس بقى النهارده. بالظبط، ماتش الكاس النهارده مع المصري في دور الثمانيه، فيعتبر خلاص الموسم خلاص اخر لحظه ليه، فحتى يمكن الدوري خلصان بقى له اسبوع، لكن اخر ماتش يعتبر الموسم عشان ينتهي رسمي، ونبدا بقى نشوف الافكار. يعني حتى الانديه خلاص اشتغلت الموسم الجديد، فبنبص كده بنتابع بنحاول نشوف ايه بيفكروا ازاي الانديه. طبعا الاهلي الزمالك. على وجه الخصوص يعني الموسم انتهى، هيبقى راحه زي ما احنا بنسمع ثلاث اسابيع بالظبط، هيتضمن معسكر بالظبط يمكن 18 يوم ولا بعد الثلاث اسابيع، يمكن اللي معلن حتى الان 18 يوم راحه سلبيه. ودي طبعا تجربه يمكن هي دي المنتظر بقى لها فتره، ان تمشي في السيكونس الطبيعي انك تخلص الموسم يبقى عندك سكيدول معروف ومحطوط وتحط راحه سلبيه. اللعيبه محتاجه جدا الموضوع دوت، احنا كنا دايما بنخش في تلاحم الموسم تبص تلاقي الموسم اللي بعديه على طول. المره دي لا، الحمد لله الاهلي والزمالك برضه هيبقى عنده نفس الفرصه، بقيه الانديه خلاص كلها يعتبر اوف من بدري. فده الطبيعي للكره المصريه عشان خاطر اللعيبه نفسها تبقى محتاجه ان هي تخش فريش الموسم الجديد. وكمان في الاهلي بدا يعلن ان هيبقى في معسكر خارجي السنه دي ان شاء الله، فاعتقد ده الطبيعي وده الهيكل اللي اي مدير فني يتمناه. يعني بكل تاكيد الصفقات بقى بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو بيحتاجها في رايك حسب تحليلك للموسم اللي هو اخره النهارده؟ يمكن الاهلي بادئ من بدري، الاهلي السنه دي يمكن هو طبعا هو بقى له فترتين انتقالات بيحاول من ساعه كولر ما وصل، يمكن كولر المره دي هو بدا يبقى يتحول لشكل مختلف شويه. كولر المره اللي فاتت لما جه بدايه التعاقد الموسم اللي فات كان جه بعد فتره الانتقالات وبعد اغلبيه الصفقات كانت اتعملت من قبل الجهاز الفني ولجنه التخطيط اللي كانت موجوده والجهاز الموجود اللي كان قبليه. لكن كولر لما كان جه كان طلب عنصر واحد اللي هو المهاجم، وللاسف ما قدرش ان هو يتوفر. المره دي كولر برده مصمم ان هو على مهاجم ببروفايل معين ومنتظره، لكن بنشوف برده صفقات تانية بدا هو يعملها من قبل حتى فتره الانتقالات ما تبدا. بدانا نشوف لعيبه بتخرج من حساباته وبدا النادي خلاص يتوجه ان هو خلاص يبيعهم، زي شفنا برونو سافيو من بدري جدا الاهلي بيعلن استغلال، كان خلاص راح النادي التاني وبدا يلعب وبدا يتالق. يمكن هو عنده في يعني في شكل معين هيقدر يتوفر فيه، لكن في الاهلي ما قدرش ينجح، فالاهلي خلاص خد القرار على طول من بدري. وده نفس الكلام في حتى في صفقات تانية بدانا نشوف الاهلي خلاص بيعلن استغلال عن ايمن اشرف احد كباتن فريق كبار. لكن كولر بدا يتحول ان هو زي ما بيقولوا ايه مسيطر بقى على الجوانب كلها في الفرقه. مش بس مجرد قرار التقليص اعداد الاعارات ده في رايك اضر بالاهلي؟ لا يعني مش اضر، بس هو في الاول وفي الاخر برضو المدير الفني حتى لما يكون القائمه 40 او 45 لعيب قدامك بيبقى الموضوع صعب جدا. فهي يعني هي سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا. في نفس الوقت المدير الفني بيحب ان هو يبقى معاه العدد يبقى مركز فيه، القائمه بتبقى 11 ماتش، ففي لعيبه حتى لما بتخرج من القائمه بتبدا ان مشاكل نفسيه او حاجه، فحتى لما بيبقى الاعاره حتى بتخرج بره اعاره في لعيبه ما بتقدرش تثبت نفسها. يمكن شفنا الفتره اللي فاتت الاهلي كان عنده فوق ال 21 اعاره تقريبا. لما تيجي تشوفي مين اللي هيقدر يرجع منهم، يمكن الاسماء على اسم او اسمين صلاح محسن كريم نيدفيد، وحتى عليهم بعض الخلافات. يعني الاهلي مش شايف ان هو استفاد بالعدد الكامل، بالعكس ان لو حتى لو سته او سبعه بس هقدر ان انا اوجههم في انديه كويسه واقدر ان انا يستفادوا فعلا. نوع من انواع الاطمئنان برضو ان انا حينما اريد بلاقي يعني الذخيره بتاعتي موجوده. طبعا بس يعني الموضوع هيتحول للكيف اكتر من الكم. يعني بدل ما انا عندي 21 اعاره او 23 اعاره، لا انا هيبقى معايا 6 او 7 لعيبه في الحاله دي، انا اقدر ان انا اركز فيهم اشوف ان انا لا انا ال 6 او 7 دول هركز 100% فيهم. هيروحوا فين؟ هيروحوا مع انهي مدير فني؟ هيروحوا في انهي منظومه؟ بحيث لما اقدر استفاد منهم، لو استفدت من 2 او 3 فعلا بس استفادوا استفاده قصوى. ده كيف بالنسبه للاستفاده الفنيه، لكن في استفاده ماديه. ما انا برضو بيدخلي، ما هي دي برضو صناعه اولا واخيرا طبعا. يعني في بعد اخر برضه هم قطعوه عن الانديه، ده استثمار مادي بالنسبه لي، ليه اقطعه؟
طبعا. بس هي برضو يعني برضو الاهلي ممكن يعني في تحايل شويه، يمكن برضو بيبقى في ساعات ان انا ممكن اخرج اللعيب حتى لو بيع، بحط بند احقيه شراء. يعني انا حتى كان اتعامل مثلا مع محمد شكري، انا ما خرجتوش اعاره، انا بعته لسيراميكا، بس في نفس الوقت محتفظ باحقيتي في اللاعب باحقيه شراء. فانا لو عندي لعيب مميز حاجه زي كده غير القايمه اللي هو 6 أو 7 المعارين، انا ممكن ابيعه مع حقيه شراء، لان انا شايف ان انا عندي، شايف ان اللعيب ده تالنت وممكن برضو يجي منه. فممكن اعمل الاوبشن دوت برضو. دي حاجة من الحاجات برضو اللي بتفتح مواضيع مهمة جدا بالنسبة للناس، عشان برضو يبقوا عارفين الأندية بص على إيه، بتستهدف إيه، وممكن تستغني عن مين يعني، وتستعين بمين في الفترة اللي جاية. اللي راجعين دلوقتي من الإعراض بالنسبة للنادي الأهلي، صلاح محسن خلاص تأكد عودته، هو يمكن في كلام على 3، صلاح محسن وكريم نيدفيد وعمر حمدي. بس في الأول في الآخر الكوتش نفسه لازم يشوفهم في التدريب. يعني هو حتى قال كده، يعني في تصريح إن هو برضه في الاخر هينزلوا فتره، ومين عارف يعني ممكن بعد ما بينزل معاه ويشوفه يرجع يقول لا انا مش خلاص مش محتاجه. ممكن يكون هيتوفر مثلا صفقات زي ما نقول مثلا مهاجم، فممكن لما يلاقي نفسه مهاجم خلاص موجود، اللعيبه اللي بقت موجوده مكمله معاه، تاو كهربا محمد شريف، فممكن يكتفي مثلا بالعنصر اللي هيخش كمهاجم. فمحدش عارف لسه لغايه اللي محير الاهلي دلوقتي زي ما انت قلت من شويه، صفقه المهاجم ودلوقتي في الافاق اللي هو جوستا جول، صح؟ جوستا جول ويعني سوزا طبعا برضه من ضمن الحاجات، جوستافو سوزا. لكن هو في الاول وفي الاخر برضه الاهلي مش عارف، يعني فضلنا فتره كبيره ورا موليكا وفي الاخر انت ما قدرتش تحسن التعاقد معاه. فاللي بيحصل دلوقتي ان الاهلي لا، يعني اعتقد ان هو بيمشي ورا جوستافو سوزا، وفي نفس الوقت هو في جوستافو سوزا له اسم شهره اللي هو جوستا جول. ما جوستا جول، بس هو للاسف الموسم اللي فات ما كانش بيجيب جول. كان جوستا من غير جول بالظبط، فبقى جوستا سوزا عادي. لكن هو معدل كان في طبعا الصفقه، يمكن السوشيال ميديا دلوقتي خلت الموضوع اي حد قاعد في البيت بيقدر يخش ويشوف الانترنت وبيتابع المواقع حتى العالميه ترانسفير ماركت وبيتابع الارقام طبعاً. والحاجه فللاسف الصفقه كان عليها برضه، عايز اقول لك درجه متابعه الناس، وهيكون معانا بعد شويه ساديو ماني بيحسبوا له في اليوم هياخد 70,000 يورو كل يوم الصبح على الريق كده الموضوع طبعا مختلف هناك طبعا ماديا، وصفقات احنا كل يوم خلاص اللعيبه بقت هناك وبتتابع الجمهور السعودي يعني ممكن يبقى تلاقي جمهور معترض على ساديو ماني، يعني في اسماء بتتقال وتلاقي جمهور ده. حتى بوفون اعتزل واعلن اعتزاله الرسمي، يقول لك لا ده خلوا بالكم ده لسه هيكمل في الدوري السعودي. فالناس برضو متوقعين عوده في القرار. يمكن لا، انا بالعكس انا شايف الدوري السعودي يمكن صفقه رونالدو طبعا كان مع كبر السن دلوقتي 38 سنه، بس اعتقد ان هي اللي فتحت الباب طبعا طبعا. هو في ناس بتقول هو مؤثر جدا طبعا كريستيانو رونالدو، بس السنه دي كمان هم لا مش كل، حتى كان روبن نيفيز اللي راح الهلال لسه بيتكلم في الحته ديت ان احنا مش رايحين نعتزل يا جماعه. يمكن الانديه الاوروبيه بدات ان هي كمان تهاجم الدوري السعودي، برشلونه لابورتو لسه بيتكلم طبعا. لكن هو حتى معدل الاعمار دلوقتي، يمكن احنا شفنا كلام على امبابي، فانت بتتكلم في لعيبه كلاس ايه كمان في الكره العالميه. فهم بيحاولوا ان الموضوع لا يا جماعه احنا مش موضوع ان انت جاي تاخد فلوس وتعتزل هنا، لا احنا جايبينكم عشان خاطر نعلى كان حتى كان شفت التقرير كان الماركت فاليو بتاع الدوري السعودي بالكامل، القيمه التسويقيه للدوري السعودي بالكامل هو بدا يوصل للخامس على العالم، يمكن عدى دوري زي الدوري الاسباني القيمه التسويقيه. فالموضوع هو فعلا بدا يختلف. بس هل القيمه التسويقيه بتعكس القيمه الحقيقيه والفنيه للفرق اللي موجوده مستوى الدوري؟ يعني لسه هنشوف. يمكن انا شفت طبعا الماتشات من البطوله العربيه، طبعا لسه الانديه في استعداداتها، لكن طبعا يعني مثلا لعيب زي يعني كريم بنزيما مش شرط طبعا، بس لعيب زي كريم بنزيما لما نقول لا هو اضافه، يمكن حتى في الماتشات اللي بدا نشوفها في البطوله العربيه لا عامل اضافه، ومن اول يوم بيسجل يمكن 3 ماتشات ما فيش ماتش ما بيجيبش جون. لا هيفرق طبعا جدا، وحتى يمكن الناس السنه اللي فاتت مثلا بدانا نشوف ان في ناس بتتفرج على الدوري السعودي وتشوف ماتشات النصر، بدانا نشوف حتى التيشيرتات بتاعت، يعني لو كنت قلت لك مثلا من 5 سنين او 10 سنين هتلاقي اولاد في مصر لابسين تيشيرت رونالدو او تيشيرت النصر السعودي، ما حدش كان هيصدق. احنا بدانا نشوف الفريق ده بدا يظهر في العالم كله. نفس الكلام السنه دي هنشوف بنزيما تاثيره هيبقى مختلف جدا مع رونالدو. هنشوف حاجات كتير قوي في التجربه دي، تاثير النجوم في الفرق، تجربه برضو ان يبقى في هذا الكم من النجوم في كل فريق. احنا لما كان مثلا يبقى عندنا محترف او 2 ده هياثر على مستوى المهاجمين، ده هياثر على مستوى الحراس، فبرضو عايزين نشوف كيفيه تطبيقها وازاي فعلا اتنفذت وهل هتنجح ولا لا. محتاجين متطلعين للنتيجه. كان عايز ارجع تاني معاك لصفقات الاهلي. انا كنت بقول لك هم الاحتياط الحيره دلوقتي على الهجوم، لكن كمان على مركز علي معلول، من يكون بديلا لعلي معلول؟ هو علي معلول طبعا قيمه، مش ما فيش بديل، يعني ما ينفعش تقول بديل لعلي معلول. علي معلول كان بره الملعب مالي مركزه علي بقى علي، يعني حاجه بجد فخر من تونس كده يعني وصل لنا.
علي كان تأثيره كمان بره الملعب وفي خط الفريق في حاجات كتير جدا، مش مجرد لاعب من ضمن 11 لعيب. علي معلول كان قامة كبيرة جدا للأهلي، احنا نحبه برشا. يمكن طبعا علي معلول زي ما بقول لك كده، يمكن احنا السنه دي مثلا يتقال ان علي معلول عنده عروض، طب هو امتى علي معلول ما كانش عنده عروض؟ علي معلول دايما عنده عروض، وكل موسم انتقالات عنده عروض. هي الاهلي لازم يفكر ان هو البديل، عشان خاطر يمكن جربنا محمد اشرف، جربنا دلوقتي بدا كريم الدبيس من دجله من ناشي بدا يظهر، حتى الماتشات الاخيره بدا يبقى مطمن نوعا ما، لكن الاهلي حتى بيفكر على الاقل ان هو برضه اوبشن مثلا اجنبي تحت السن، نبدا ان احنا نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي انتظارا للمعلول. ايه الصفقات اللي في الافاق دلوقتي بالنسبه لصفقه علي معلول؟ طبعا انت حته المهاجم وفكره الباك الشمال لازم طبعا. لا اقصد بديل علي معلول. بديل علي معلول يعني حتى إيه الاسامي اللي في الافاق دلوقتي؟ حتى الان كريم الدبيس طبعا، وفي انتشار حتى السوشيال ميديا كله بيتكلم ان التفكير في باك شمال تحت السن هيكون اجنبي يعني، ففي اسماء كتير. ما طبعا مفيش اسم بعينه، مفيش اسم، لان زي ما قلت لك المعادله عشان تيجي تقارن بعلي معلول لا، المعادله ظلمه 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 لاي لاعب. لكن لابد منها طبعا، طبعا لازم تحضر من دلوقتي ولازم تفكر، وخصوصا زي ما بقول لك انت اوبشن خلاص المهاجمين. انت لو هياخد المركز المحترفين فانت اصلا عندك فائق يعني، انت عندك الكندوسي مثلا لازم يخرج. فعشان تفكر في حد لازم هيكون لو اجنبي هيكون لازم تحت السن. في عرقله لصفقات القندوسي او للعروض اللي جايه له؟ في عروض من جوه مصر طبعا، كتير انديه كتير تتمنى القندوسي، وكان في كلام شباب بورسداد الجزائري. لكن مش عرض سعودي؟ لا المعلن النادي الجزائري هو اللي كان بيفكر فيه شباب بورسداد والانديه المصريه. يمكن هو حتى اعتقد ان القندوسي نفسه مش حابب يخرج من مصر، هو حابب ان هو يكمل التجربه في الاهلي، وهو بيقول انا جاي الاهلي اعمل حاجه، انا ما لحقتش او ما حسيتش ان انا اضفت اضافه. فهو حتى اعتقد لو هيخرج ممكن يخرج اعاره مثلا جوه مصر، بحيث هو حابب يكمل التجربه. طيب النهارده ماتش الاهلي والمصري في ربع نهائي كاس مصر، يعني انت شايف ممكن نلاقي الصفقات الجديده تظهر ولا لسه الاجراءات بتاعه التسجيل ما تمتش بالنسبه للفريق؟ لسه ده موسم الموسم اللي فات، فلسه ما فيش صفقات جديده. يمكن حتى الصفقات خلاص الموجوده خلاص وهتبدا تنزل، بس يمكن خلاص رسمي امام عاشور ورسمي رضا سليم. لكن الاهلي برضه عنده الحته اللي هو ايه، انا مركز في اللي قدامي ايه، الماتش اللي دوت مين اللعيبه المتاحه، هم دول هيلعبوا معايا. يمكن ما شفناش حتى رضا سليم لسه بدا نزل تمرين، او حتى امام عاشور، فاللعيبه دي لسه مش موجوده خالص في الحسابات. هي فكره اجراءات تسجيل ولا فكره ان انا برضو ابتدي بيه الموسم ويخوض معايا المعسكر وينسجم مع الفريق بحيث ان انا ما احرقش الفريق؟ فكره بالزبط. برضو ان انا ما احرقش اللاعب دي مهمه قوي. بالظبط، ويمكن هو كولر بيمشي يعني خطوه خطوه. هو دايما وعمره تيجي تساله على اي حاجه بعيده يقول لك لا انا قدامي مثلا الخطوه الفرنيه كذا. فهو الخطوه اللي قدامي دلوقتي ماتش المصري، والقائمه اللي موجوده القائمه اللي كان مكمله معايا الموسم اللي فات. فخلاص انا لسه بعد الموسم دوت ما يخلص والماتش دوت ما يخلص هنبدا نشوف بقى ساعتها الراحه السلبيه. طبعا حتى هم مكملين الراحه السلبيه، امام عاشور لسه كان مصاب اصلا. فلسه هيكملوا، وبعد كده في المعسكر هنبدا نشوف الصفقات. انت كده رحت الموضوع جدلي. حقيقه اصابه مزمنه لامام عاشور بنقراها كتير. لا يمكن حتى الطبيب المنتخب لما اتكلم هو ما قالش اصابه مزمنه، هو قال عنده اصابه هتطول شويه. وهو اللعيب عارف هو نازل من ميتلاند ان هو كان عنده اصابه. لكن صحيح الكولر فعلا استغنى عن الجهاز الطبي للنادي الاهلي؟ ده اعلن رسمي. يمكن مش الموضوع، حتى الاهلي اعلن امبارح بالليل رسمي. وممكن الموضوع دكتور احمد ابو عبله، الدكتور احمد ابو عبله، بس بدون دخول في تفاصيل يعني. هو الفكره كلها ان الاهلي بيوجه له الشكر، ده طبعا الاهلي بيحافظ دايما على القيم ديت طبعا، بغض النظر ان في كلام ان في ممكن مشاكل او في تطلعات هو عنده ارتباطات خارجيه او حاجه ممكن يكون عنده. الناس اجتهدت فيها برضه في رساله راح الدوري السعودي هو كمان. فيمكن طبعا هو ناجح جدا، يمكن شفنا الفتره اللي فاتت كان في الناس تطرقت لعدم رضا كولر نفسه يعني. في طبعا اجتهادات، بس لا طبعا مش بيعمل حاجه زي كده، لكن بيوجه له الشكر. والدكتور احمد ابو عبله كان مؤثر جدا الفتره كان موجود فيها، وشفنا الاصابات قلت ازاي، وشفنا المعدل الاستشفاء للعيبه. فيمكن هو في اقرب فرصه هيبقى موجود تاني ان شاء الله. يعني برضو خليني انتقل للبطوله العربيه، نادي الزمالك عنده مباراه زي ما احنا بنقول لا تقبل القسم على اثنين. ازاي شايف الانطلاقه بالنسبه لنادي الزمالك في البطوله العربيه ودماغ اسوريو النهارده؟ هتقرا المباراه ازاي وهتركز على ايه؟ عندنا بعض الصور برضه هنستعرضها مع الساده المشاهدين. انا كنت معاكي هنا في حلقه قبل كده واتكلمنا على اسوريو تحديدا، وكان ساعتها كان اسوريو بدا النتائج تبقى كويسه جدا، وبدا يبقى في ارقام كبيره في الانتصارات. بس كنا بنتكلم دايما ان هو في حته الكثافه الهجوميه والتحولات دي هتنفع في ماتشات معينه، لكن في ماتشات لازم المنظومه الدفاعيه لازم دي قبل حاجه يعني، قبل التنظيم الهجومي وقبل اي حاجه لازم ابص على الحته الدفاعيه. فكان عندنا تحفظات شويه، يمكن شفنا الكلام ده كان ساعتها ماتش الداخليه تقريبا في الدوري. وشفنا بعد كده حتى انتصارات على المقاولين سته، وشفنا انتصارات على فيوتشر وانديه كتير، لكن مع مواجهه الاهلي الموضوع كان مختلف. فكره ان انا بلعب بتحركات كتير وبشوف فتوح بيخش نص الملعب والخلخله ديت،
مش قادر لسه الفريق ان هو يتقنها. حتى في البطوله العربيه شفنا الزمالك حتى بتغيير مختلف في الماتشين، يعني ماتش الشباب كان بتشكيل عكس الماتش اللي قبليه كان الاتحاد المصري كان بتشكيل مختلف. فاعتقد هو عنده مشاكل وعنده افكار لسه بيحاول يعملها، بس في نفس الوقت انا دايما بصر. هي دي قراءه فنيه للمباراه ولا هو اللي لسه مش مستقر؟ قراءه فنيه وهو لسه مش واحنا بنظلمه في تقييمنا، يعني احنا جايين عليه شويه ولا فعلا يعني لا هو جايين عليه طبعا. التجربه اصلا قاسيه، خلينا نكون صراحه. الزمالك عنده نقص في اللعيبه في مراكز كتير جدا، الظروف مش مساعداه. وهو سوري نفسه قال كده، هو نفسه قال ان انا عندي لعيبه كتير محتاج ثلاث مراكز على الاقل مينيمم لازم يخشوا معايا، فهو نفسه معترف بكده. بس بيحاول، يعني هو بيحاول يعمل، بس انا رايي ان هو لازم يهتم بالمنظومه الدفاعيه قبل المنظومه الهجوميه. شكل الفريق في الماتشات الكبيره بيبقى فعلا عليه علامه استفهام. وطبعا ماتش النصر النهارده هيبقى صعب جدا، يعني النهارده مواجهين في نفس التوقيت. ساديو ماني هيشارك ولا هو مش مؤكد؟ نزل التمرين ولا كفايه رونالدو؟ نزل التمرين وطبعا هناك هو اسم، بس اعتقد اي مدير فني ما يحبش ان هو يبقى فيه يعني اختبار قوي مره واحده كده، حتى ممكن يبدا حتى كدكه البدلاء وبعد كده يشوف اثناء سير المباراه والكلام ده كله يقدر ان هو يشركه وياخد دقائق معينه في الاول، لكن فكره ان يبدا 90 دقيقه كده اعتقد صعب، مع طبعا التحفظ على الاضافه الفنيه الكبيره يعني. شايف المواجهه ازاي اجمالا؟ يعني اوسوريو هيفكر في المباراه ازاي وسيناريو المباراه اللي هو ممكن يضعها؟ هو للاسف الزمالك حط نفسه ان ديت الفرصه الاخيره. يعني هو بدل ما هو يبدا ياخد اللعيبه تاخد مما يمثل ضغطا وممكن اللعيبه حتى مثلا في الاهلي لسه بنكمل الموسم، بس بنشوف لعيبه كتير ريحت شويه ولعيبه بتعمل روتيشن بيتعمل ما بين اللعيبه فبتنزل حتى بالحمل شويه، لكن الزمالك لحتى الان مثلا اللعيبه الكبار بتاعه زيزو فتوح شيكابالا اللعيبه دي سيف الجزيري اللعيبه دي كلها بتلعب لغايه النهارده بتلعب الفول ماتش وبتلعب التايم كله. يا ريت نستعرض الصور اللي معانا زملاء الاعزاء في الكنترول روم عشان بس ايه الخريطه الحراريه برضو نوري الساده المشاهدين كده سريعا اطلاله سريعه كده على مباريات نادي الزمالك. يمكن كان في غير الخريطه الحراريه كان في كمان القيمه التسويقيه. الفرق شاسع، يمكن فعلا الفرق المادي بقى كبير جدا. يمكن في حاجه كمان الناس كله بيتكلم فيها، طبعا البطوله كان فيها شويه عنف شويه تدخلات عنيفه، ففي فرق ما بين افريقيا واسيا الناس كلها بتتكلم، طب الزمالك طب لو فعلا برضو فرصه بقت قليله برضه يعني الاوبشن اللي موجود او العامل المشترك الموجود ما بين الفرق دي كلها، بنشوف الفرق الافريقيه كلها كانت لسه بتنتهي الموسم ونهايه خلاص الموسم اللعيبه تحس ان هي تعبانه ذهنيا نفس الكلام. الزمالك الوداد عكس الانديه بتاعت الاسيا، الانديه في اسيا كلها كانت مخلصه الموسم من بدري. السكادول تحس هناك برضو زي اوروبا الطبيعي التوقيتات الطبيعيه، الموسم بيخلص من بدري بياخد اللعيبه راحه سلبيه، بنشوفهم دلوقتي اللعيبه فريش يمكن لسه بيبداوا الانسجام بيبداوا الصفقات بتخش واحده واحده. فتحس ان اللعيبه لسه التشكيل المتوقع يا جماعه للفريق النهارده؟ يمكن شايفين طبعا ساديو ماني طبعا اضافه قويه جدا لعيب صفقه ستضيف لنادي النصر، ولا في وجهه نظرك ان هي ممكن تكون تكرار لسيناريو مر مع بايرن ميونخ ولم يستفد من صفقه ساديو ماني؟ هو يمكن بايرن ميونخ كان نفسه بيمر بفتره يعني احلال وتجديد وفتره تخبط، يمكن كنا شفنا كتير حتى لغايه ما جه توخيل وقبليه المدربين الفنيين بيتغير كل شويه فجاه، فيمكن في تخبط في بايرن ميونخ. شفنا الفتره الاخيره بعد نهايه الموسم شفنا وخدوا الدوري بعدها بكام ساعه شفنا اقاله المدير الرياضي للنادي واقاله المدير الفني لنجلزمان، فالموضوع كان في تخبطات كتير بتحصل في الدوري الالماني في بايرن ميونخ عكس النصر. النصر ثابت ويمكن خلاص هو تاليسكا ورونالدو، وبنشوف دخول على نصر زابروزوفيتش برضه ده يمكن الناس كلها بتتكلم على ماني. انا شايف بروزوفيتش نقاط قوة في تشكيل النصر النهارده، هو طبعا كله نقاط قوة بس ابرزهم ايه وازاي نادي الزمالك ممكن يلعب عليهم؟ طبعا نقاط القوة، طبعا انا بالنسبة لي زي ما بقول لك يمكن مش حاسس ماني ممكن يبدا قوي، لكن رونالدو وتاليسكا عاملين حالة هجومية كويسة جدا. وفي نفس الوقت انا شايف عنصر نص الملعب بروزوفيتش وفوفانا يعني عنصرين دول يعني فوفانا كان له تصريحات امبارح يعني برضو تصريحات حماسية شوية بعض الشيء، يعني هي البطولة كلها حماسية زي ما اتفقنا لكن كلها خبط وزي ما هو بيقول في التصريحات وبعض الماتشات احنا شفنا التصريحات حتى الوداد بعد كل ماتش خلاص اتعودنا التصريحات بس انا ملاحظة برضو الناس كتير مش راضية على الأداء التحكيمي. هو للأسف الموضوع كان واخد الطابع الحماسي كان امبارح طبعا الوداد بعد كل ماتش بينزل بيان تقريبا فيمكن حتى في ماتش الزمالك كان في تصريحات كتير وكان في دايما جدل تحكيمي ماتش ضربه الجزاء اتحسبت في ماتش الشباب السعودي كان صحيح جدل كتير. يا جماعه الخريطه الحراريه برضو نعرضها مع الساده المشاهدين، تدخلات عنيفه جدا كنا بنشوف التدخلات يمكن حتى بالناس بتطالب اكتر من كوره كانت تستحق كارت احمر. دي طبعا الخريطه الحراريه اللي بدانا بيها دي بتاعت رضا سليم
طبعا صفقه يمكن هو الناس كلها لما تشوف المنظر كده هتشوف ان هو اكتر تركيزه ناحيه الجناح الايمن، وطبعا هو مميز جدا في الحته دي، لكن بنشوفه برضو بيلعب كجناح ايسر، بنشوفه بيلعب كباك شويه، بنشوفه في عمق الملعب. لكن هو كولر دايما عنده يعني فكر كده ثابت، هو مش بيدور على عنصر ثابت في شكل معين. هو كولر اصلا مش مدرب نمطي، يعني كولر دايما بيدور دايما على اللعيب اللي يقدر يديله حركيه ويقدر يوظفه حسب كل الماتش يعني، او حسب كل مرحله. يمكن شفنا حسين شحات اتجرى في اكتر من مركز ونجح معاه، شفنا تياو بنشوفه كمهاجم، بنشوفه كوينج يمين، بنشوف حتى كريم فؤاد شفناه في اماكن جديده. حمدي طيب فتحي. سريعا توقعاتك للزمالك النهارده والنصر؟ لا، مباراة صعبة. مباراة صعبة. مباراة صعبة وتحدي. فكرة انك انت داخل على ما قدامكش غير حل واحد، الفوز. فحتى النصر ممكن هيبقى اهدى شوية، التعادل في مصلحة النصر خلاص. فاعتقد الزمالك. سوريو بتتوقع ان هو يلجا الى الدفاع اكتر؟ هو يعني هو عمل كده في ماتش الشباب، وبدا ان هو لا بيلعب رباعي تاني في خط الدفاع، وبيلعب بثلاثي في نص الملعب. شفنا عمرو السيسي بيلعب الماتش ده، بيبداوا جنبه، جنب فتوح، جنب دونجا. فاعتقد ان هو هيكمل بنفس الشكل شويه، تحفظ دفاعي طبعا. اتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله، وممثل الكره المصريه ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. ويا ريت برضه الناس اللي على السوشيال ميديا برضه ما تبتديش تبص نبره الاحباط في نفوس لاعبي نادي الزمالك، لانه اولا واخيرا هو ممثل الكره المصريه في البطوله العربيه. اتمنى لهم كل التوفيق، نبقى كلنا متجمعين ورا اي فريق بيلعب باسم مصر. بشكرك شكرا جزيلا، وحل اداء كابتن مصطفى مدحت، نورتنا. انا بشكرك جدا. اشكرك شكرا جزيلا، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا الكرام. لقاءنا يتجدد بكره ان شاء الله، وحلقه جديده من 8 الصبح. ابدا يومك صح، الى اللقاء.